مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. النهاردة هنبدأ بالرد على سؤال كنا بنسمعه طول الوقت، أعتقد أنا وزملائي وكل من ينتمي بشكل أو آخر لهذا الكيان الكبير للنادي الأهلي أو لقناة النادي الأهلي. كنا بنسمع من المشاهدين في اجتهادات في الفترة اللي فاتت، والناس كانت في كل مكان بنقابلهم بيقولوا لنا أجايي مستمر ولا لا، هل أجايي باقي مع الأهلي ولا لا، احنا شايفين انه لعيب كبير ولعيب مهم ومؤثر وإضافة فنية كبيرة للفريق، وخايفين انه يسيب الفريق في مرحلة مهمة زي دي. وكان اجتهادنا كلنا دون ان يكون لدينا العلم ب يعني الامور داخل النادي والكواليس والقرارات الفنية اللي هي طبعا صلاحيات مطلقة لمجلس إدارة النادي مع الجهاز الفني والقائمين على شؤون كرة القدم، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على تطوير ملف كرة القدم او امور كرة القدم في النادي على مستوى القطاع نفسه وعلى مستوى الفريق. طبعا شفنا التحرك الكبير اللي بيحصل الفترة اللي فاتت، لكن ضمن الأخبار الموجودة معانا أنه في اتفاق بين المسؤولين في النادي ورؤية الجهاز الفني الحالي بقيادة لاسارتي على قيمة هذا اللاعب وقدراته الفنية، وأنه إضافة كبيرة للفريق، وتمسك الجهاز الفني بوجوده وقيده رسميا في القائمة الأفريقية ليكون من أوراق القوة، وطبعا اللاعبين اللي هم الكي بلايرز بالفعل في فريق الأهلي في الفترة الجاية. وده طبعا عملية إجماع موجودة في الآراء المشاهدين والنقاد والإعلاميين في الوسط الرياضي وكل جماهير ومحبي النادي الأهلي والمسؤولين في النادي في مقدمة من يدركه تماما وعلى وعي كامل بقيمة وقدرات هذا اللاعب. وكنا دايما بنقول للناس ده اجتهادنا الشخصي لحد ما يصدر قرار بشأن أجايي في هذه المرحلة، مين موجود من الأفارقة من اللاعبين الأجانب، مين مش مستمر مع الفريق، دي رؤى فنية وقرارات فنية بحتة وإدارية خاصة بالنادي والمسؤولين فيه. لكن كنا بنقول إن المنطق بيقول إن الخبرات الموجودة في النادي في أمور كرة القدم أكيد لديهم من الدراية والمعرفة والخبرة اللي يخليهم متمسكين بلعب بقدرات وحجم أجايي وإمكاناته، سواء كصانع ألعاب أو لاعب وسط مهاجم أو هداف في كثير من المباريات اللي يقدر كمان يؤدي فيها دور المهاجم الصريح ويعوض غياب المهاجمين، وده شفناه في مباريات كثيرة سابقة سواء محلية أو أفريقية. فكان المنطق بيقول أنه طالما النادي الأهلي بيتجه هذا الاتجاه لدعم الفريق وتطويره وبناء إعادة بناء الفريق حسب تصريحات الكابتن الخطيب في تصريحات سابقة له قبل بداية هذه المرحلة من التعاقدات الرائعة في فترة الانتقالات الشتوية، للنادي الأهلي بيتصدر فيها سباق الحصول على أفضل العناصر من داخل ومن خارج الدوري المصري لتضيف للفريق فنيا على المستوى المحلي والدولي، كان كمان منطقي جدا أنه يتمسك بأفضل العناصر الموجودة داخل الفريق طالما بنبحث عن أفضل شكل للفريق ونتائج في الفترة المقبلة. وده كان سبب قناعتنا وثقتنا أن أجايي هيكون مستمر، وده اللي اتحقق بالفعل بعد قيده أفريقيا، وقدمنا أجايي ولقطات من مباريات سابقة، وإن شاء الله تتكرر فرحتنا بأهداف أجايي وإضافته للفريق مع انطلاقته مع الفريق بدءا من المباراة القادمة في الجزائر إن شاء الله. قبل ما نبدا فقره الاخبار مع حضراتكم، جدير بذكر ان انا طبعا بسعد بصحبه حضراتكم، معايا النهارده زميلي العزيز امير هشام هيكون عنده حوار متميز مع الدكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي سابقا، وهيتكلم عن امور كثيره تتعلق بالطب الرياضي والتعامل مع نجوم كره القدم واصابات الملاعب والرد على الكثير من تساؤلات الشارع الرياضي والشارع الاهلاوي على وجه التحديد عن نجومنا واصاباتهم وعن امور كثيره جدا تتعلق ايضا بفريق كره القدم وافضل شكل لتجهيز اللاعبين او لعودتهم من الإصابات واستشفائهم، كل الأمور اللي بتهم أي فريق من المحترفين في أي رياضة مش بس في مصر ولكن على مستوى العالم. كمان هيكون عندنا حوار خاص جدا، فقرتنا الحوارية الأولى هتكون مع نجمنا الكابتن عمرو الحديدي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، واحد طبعا من أفضل المدافعين اللي انضموا في فترة سابقة للنادي الأهلي، وهيتكلم معانا عن رؤيته لدعم النادي للفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل والنجاحات اللي بتتم في هذه المرحلة فترة الانتقالات الشتوية وتأثيرها من وجهة نظره على مسار الفريق وأداءه ونتائجه في الفترة الجاية سواء على مستوى الدوري المصري أو البطولة الأفريقية. هنبدأ بعرض بعض النقاط أو التوقف عند بعض المحطات المهمة جدا. حالة من الحرك والنشاط في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، من وقت ما أعلن مجلس إدارة النادي عن رغبته في إعادة هيكلة قطاع الكرة وإعادة بناء الفريق، من وقت كمان ما اجتمع المسؤولين في النادي مع جماهير النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي في كل مكان على أنه لابد من وقفة للتغيير للأفضل بعد الخروج أو عدم الفوز بالبطولة الأفريقية رغم الوصول للنهائي مرتين متتاليتين، ده كان
طبعا نقطة فاصلة من خلالها بدأ الحديث عن إعادة بناء فريق الكرة للمستقبل، وليس لهذا الموسم فقط ولكن إن شاء الله لسنوات قادمة، والوصول إلى الشكل المرضي في النتائج والأداء وعدد من الصفقات من العيار الثقيل والعناصر المتميزة اللي على قدر طموحات وتطلعات النادي الأهلي ومكانته وتاريخه وأيضا أهدافه المستقبلية في البطولات اللي بيشارك فيها. ده كان نقطة الانطلاق الحقيقية، وأعتقد أن الكلام ترجم إلى فعل خلال الفترة الحالية اللي بتشهد أكبر قدر من الصفقات وبدعم وتمويل غير محدود من النادي الأهلي لهذه الصفقات، حرصا على الوصول لأفضل شكل للفريق في الفترة الجاية وعلى إتاحة أكبر عدد من الأوراق أمام الجهاز الفني بقيادة لسارتي للاستفادة بها في المباريات القادمة. هذا النشاط طبعا شفناه وكان فيه تأكيد على عنصر مهم جدا في عملية الاختيار أو تفضيل التعاقد مع لاعب على آخر. حسابات النادي الأهلي كانت أنه الانتماء أصبح فيه مشكلة، لأن الحسابات في الوسط الكروي بعد ما زادت جدا المبالغ المالية في صفقات انتقال اللاعب من نادي إلى آخر أو الشراء أو الإعارة، كل هذه الأمور أصبح الأمر مؤثر بالسلب على عملية الانتماء، وأصبح اللاعبين بطبيعة الحال بيفكروا طبعا من منظور احترافي بحت، يعتمد على التقييم المادي وعلى المبلغ الأكبر وعلى استفادة اللاعب ماديا دون حسابات الانتماء لنادي أو آخر. لكن النادي الأهلي مع حفاظه على هذه المعايير وإدراكه لها كان بيفضل اللاعب اللي عنده انتماء للنادي الأهلي ومحب لأن ينتقل للنادي الأهلي، اللاعب اللي عايز يرتدي تيشرت النادي الأهلي وعايز يلعب للنادي الأهلي ويكون ضمن نجوم النادي الأهلي ويكون من أسباب سعادة وفرحة جماهير النادي الأهلي في كل مكان. وده كان معيار رئيسي في اختيار وفي عوامل تفضيل لاعب على آخر في الصفقات الخاصة بهذه الفترة، مرحلة الانتقالات الشتوية. كل اللاعبين النجوم الجدد المنضمين للفريق أعلنوا رغبتهم وأنها جاءت قبل الحسابات المادية، وأنهم في بعض الأحيان البعض منهم ضحى ببعض الفوارق المالية لينضم للنادي الأهلي حتى لو العروض المتاحة له كانت أفضل خارج مصر أو في مكان هو كان فيه بالفعل، لكن قال أنه بالنسبة له يعني الكثير والكثير الانتماء للنادي الأهلي وأنه يلبس فانيلة النادي الأهلي ويكون واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وده سهل مهمة التفاوض مع الأندية اللي هم كانوا بيمثلوها والتوصل إلى اتفاقات مرضية مع المسؤولين في هذه الأندية ونجاح هذه الصفقات. ده من أجل الوصول لمرحلة أن شكل فريق الأهلي يكون مختلف عن الفترة اللي فاتت، يكون على مستوى طموحات الجماهير، يكون مرضي لكل من يتابع النادي الأهلي، الأداء والنتائج إن شاء الله يكونوا مردود هذه الصفقات والتعاقدات، بشرط إن شاء الله نكون موفقين في أن يستفيد الجهاز الفني بأفضل شكل ممكن وأنه يصل لأفضل تشكيل للنادي، لأنه طبعا كمان بتحير أي جهاز فني وفرة النجوم الموجودين أمامه في المباريات المحلية والدولية، لكن أعتقد أن قدرات جهازنا الفني إن شاء الله هتخليه قادر على اختيار أفضل تشكيل والبدائل المناسبة لكل مباراة والتغييرات الأفضل عشان يوصل للاستفادة القصوى بهذه الصفقات وبهذا الكم الكبير من النجوم اللي بيمثلوا النادي الأهلي حاليا. إن شاء الله بنؤكد أن احنا على ثقة أن جهازنا الفني هيستطيع أن يصل لهذا الشكل وهذا السيناريو اللي يخليه يستفيد بأفضل شكل ممكن من وفرة العناصر المتميزة في صفوف الفريق، وأن إن شاء الله الأهلي هيكون مختلف تماما على مستوى مسابقة الدوري في الفترة اللي جاية وأيضا في البطولة الأفريقية. وده شفناك في روح جديدة، الناس بتقول عندنا الأفضل وعندنا قدرات وثقة بلا حدود في قدرات لاعبينا، وده هينعكس على المباريات، وشفنا الحافز والرغبة في الفوز في المباراة السابقة أولى مبارياتنا في دوري المجموعات في البطولة الأفريقية. تحركات كمان كانت لحسم المقعدين الأفريقيين في المتبقيين في القائمة الأفريقية. أولا تم حسم طبعا اسمين كان لابد أن يكونوا في القائمة وفقا لوجهة نظر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني وكل المشرفين أو المسؤولين عن أمور كرة القدم في النادي حاليا. تم الاتفاق على أو الإجماع على أن حمدي فتحي وأجايي لابد أن يكونوا من العناصر الموجودة في القائمة الأفريقية، وده ما تم حسمه بالفعل، وتم قيد النجمين في القائمة الأفريقية اللي هتمثل الفريق بدءا من المباراة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله في الجزائر. وتبقى في هذه القائمة مساحة لاسمين فقط تتم إضافتهم في الفترة الجاية، وفي اتفاق على أنه التأني هو الأفضل، أن احنا ناخد وقتنا شوية وأن الجهاز الفني بالتنسيق مع الكابتن الخطيب والمشرفين من المسؤولين في النادي على ملف كرة القدم وتطوير الفريق ياخدوا وقتهم أكتر في دراسة الأمر وإعطاء مساحة أكبر للاسارتي وجهازه المعاون لاختيار أفضل العناصر أو أنهم يوصلوا لأفضل تشكيل ممكن للقائمة الأفريقية والأسماء اللي ممكن يبقى محتاجها أنها تضاف، لأنه خلاص المتبقي بعد إضافة هذا الكم الكبير من الأسماء هو اسمين فقط، عايزين نحسن اختيارهم، وده ما تم الاتفاق عليه ومن أجله يتم إرجاء هذا الأمر قليلا.
وايضا المرحله الجايه مستقبلا ان شاء الله هتكون مميزه جدا. والنادي الاهلي رغم انه حقق الكثير من النجاحات في هذه المرحله بالتعاقد مع اسماء من العيار الثقيل سواء من داخل او خارج الدوري المصري، لكن فتره الانتقالات الشتويه لم تنتهي بعد، والنادي الاهلي مع كل صفقه بيكون مصحوب باعلانها رسميا خبر اخر او تصريح اخر اننا بنعمل وما زلنا نعمل خلال هذه المرحله حتى نحقق طموحات وتطلعات الجماهير واعضاء النادي الاهلي ايضا بوصول فريق الاهلي الى افضل شكل ممكن في الفترة المقبلة، وبنبحث عن أي إضافات ممكن تبقى مؤثرة بالإيجاب على شكل أداء الفريق ونتائجه في الفترة اللي جاية. الرد على المشككين في اهتمام مجلس الإدارة بملف كرة القدم ودعمه للفريق، والفترة اللي فاتت كل ما أثير من اجتهادات أو شائعات أو للأسف بعضها كان أكاذيب، يعني كان واضح أنها متعمدة، أنه الناس سبقت الأحداث قبل فترة الانتقالات الشتوية وقالت المجلس مش عايز ينفق، مجلس الإدارة مش عايز يمول الصفقات أو ما بيتعاقدش مع لعيبة سوبر، وإحنا محتاجين الفريق محتاج لعيبة كتير والفريق محتاج لعيبة من العيار الثقيل ومحتاجين صفقات جديدة، وكان الناس بتتكلم كأن فترة الانتقالات الشتوية انتهت رغم أنها كانت لم تبدأ بعد. ده الرد عليه جاء بالعمل وليس بالكلام أو التصريحات، وأنجز النادي الأهلي الكثير من الصفقات اللي فيه إجماع في الآراء في الوسط والشارع الرياضي والكروي المصري إنها صفقات مؤثرة بالإيجاب وتمثل فرق كبير مع أي فريق، خاصة عندما يكون فريق بقدرات النادي الأهلي بيتميز بمجموعة متميزة جدا من اللاعبين حتى قبل التعاقدات الجديدة اللي طبعا هتكون إن شاء الله إضافة كبيرة لصفوف الفريق. خلونا نتوقف مع بعض الأخبار ونرجع نكمل المحاور الرئيسية اللي بنبدأ بها هذه الحلقة، كمان التطوير وعملية التطوير والإنشاءات والخدمات داخل النادي الاهتمام بها لا يقل على الإطلاق عن كرة القدم، بل بيسير على قدم وساق جنبا إلى جنب مع أمور كرة القدم. هنعرف تفاصيل أكثر من خلال المداخلة الهاتفية التالية عن نشاط اللجان داخل النادي واجتماعات اللجنة العليا اللي بتناقش مع رؤساء اللجان خطة الموسم الجديد. معنا على الهاتف الأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان في النادي الأهلي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا جنجز، صحتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين ومشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا يا استاذ محمد. يا ريت تقول لنا تفاصيل عن اجتماعات اللجنه العليا او خطه العمل المستهدفه وايه الامور اللي بتركزوا عليها في وضعكم لخطه عمل اللجان في العام اللي بدا منذ ايام عام 2019. شوف الخطوط العريضه عشان احنا لسه بنتناقش في دوت طبعا مع المكتب التنفيذي ومع مكتب الاداره. احنا بنتحرك في اطار برنامج عائله الاهلي يتبناه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود القطيب. يمكن احنا بنركز في الفتره اللي جايه، احنا حققنا في 2018 قدر كبير من التواجد على الارض بين اعضاء النادي الاهلي، لكن بنسعى بشده لزياده قاعده المشاركين المنتمين لكل اللجان بمحاوله اشراك اكبر عدد من الاعضاء في الانشطه داخل النادي الاهلي بكل فئاتها المختلفه. المراه والرجل والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن دي الخطوط العريضه اللي احنا كنا بنتناقش فيها ولسه هتعرض على مجلس الاداره. عندنا برنامج طموح جدا لاجازه نص السنه برضه عشان الساده اولياء الامور والاطفال اللي هيكونوا في مرحله الاجازه، بنحاول ان احنا نشغل وقتهم باشياء تعود عليهم بالنفع وفي نفس الوقت تديهم انرجي جديده لنصف العام الثاني ان شاء الله. طيب كمان حابب اسالك استاذ محمد الوقت او المدى الزمني المتوقع عشان تكونوا انتهيتوا تماما من مناقشه الامر واعتماد الخطه كمان خطه العمل من مجلس الاداره والبدء في تنفيذها خلال قد ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله خلال اسبوعين على حد الاقصى. احنا هنبدا على طول مع جلسه السنه. احنا النهارده كان عندي اجتماع اخر بس مع بعض اللجان زي لجنه الطفل والشباب على دي اجتماعات منفصله يعني، لكن ان شاء الله في خلال اسبوعين على حد الاقصى هتكون الخطط موجوده زائد ما تم طرحه اوريدي عن طريق في المجلس الاداره السابق بواسطه الدكتور مهند ممدوح. طيب اعتقد كمان اللي بنسمعه دايما استاذ محمد ان في اتجاه لان تكون هناك افكار بره الصندوق او افكار غير تقليديه بتقرب النادي اكتر، كيان الاسره الكامل الاب والام الزوج والزوجه والاولاد، ان الكل يبقى مرتبط بالنادي وبيلاقي تلبيه لاحتياجاته ومتطلباته داخل النادي. هل ده من النقاط اللي هتركزوا عليها خلال خطه العمل او وضع خطه العمل؟ ده حقيقي فعلا، ده تم التركيز عليه بشكل مكثف جدا، وده هينعكس في برامج اجازه نص العام ان شاء الله. هيكون هدفنا وشغلنا الشاغل احنا اتفقنا عليه فعلا ان الاسره بالكامل كامل افرادها تقضي يوم رائع داخل النادي الاهلي بفروعه الثلاث. يعني احنا برضو بنتحرك ما بين فرع مدينه نصر، فرع الجزيره، فرع الشيخ زايد، ما بنتجاهلش اي فرع منهم خالص يعني.
فان شاء الله ان شاء الله اوعد كل اعضاء النادي الاهلي ان هيكون في برامج كامله متكامله تنفذ من خلال الاداره التنفيذيه طبعا على ارض الواقع ومن خلال اللجان في تهم كل افراد الاسره. هل امور التمويل كمان ماشيه بشكل كويس؟ كل متطلبات اللجان ونشاط اللجان من اداره النادي ومن خزينه النادي الاهلي، هل الامور تلبيتها والاستجابه لها ماشيه بشكل منتظم؟ وفي تاكيدات من المسؤولين في النادي ان اي متطلبات ماليه لنشاط اللجان وخدمه الاعضاء بكل الاشكال الممكنه متيسر في النادي ومتوفر ايضا؟ بشكل اكثر من رائع. النادي الاهلي ما بيتخلش عننا خالص في اي طلب نتقدم به للاعضاء تماما تماما تماما. بيوفروا لنا كل الموارد الماليه، بيوفروا لنا الاجزاء اللي احنا بنحتاجها كمان من الملاعب، كمان خليني اشيد بالقناه وبالمركز الاعلامي في تغطيتهم لكل الفعاليات اللي احنا بنقدمها في الفتره اللي فاتت وفي الفتره القادمه، اعتقد ان حفل اكتوبر اتغطى بشكل جيد جدا، ندوه التنمر وسباق الدراجات اللي حضره وزير الشباب والرياضه اتغطى بشكل جيد جدا، بنستخدم كمان الشاشات الاعلانيه دلوقتي اللي موجوده في الثلاث فروع لعرض الافكار والبرامج على الاعضاء عشان يكونوا دايما واقفين معانا في نفس الوقت على نفس الافكار. بشكرك جدا، ان شاء الله تكون موفقين في وضع خطه عمل متميزه لعام 2019، تكون محل ثقه ورضا الاعضاء في كل مقار وافرع النادي الاهلي. استاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا زي ما قال الاستاذ محمد يوسف انه لسه خطه العمل بيتم وضعها ومناقشتها وعرضها على مجلس الاداره عشان يوصلوا لافضل تصور ممكن لنشاط اللجان والخدمات المتنوعه اللي ممكن تقدم من خلال لجان النادي الاهلي المختلفه للاعضاء في كافه المقار والافرع. قبل ما نختتم الجزء الخاص بالمحاور الرئيسية لهذه المرحلة، كان في بعض التفاصيل مصاحبة لهذا الخبر. اجتماعات اللجنة العليا كانت بحضور طبعا رئيس اللجنة العليا وحضور كمان أعضاء اللجنة العليا طبعا مع حفظ الألقاب، ريهام توبار وعمر عطية وهجر مقبول ووليد سليمان وعبد الرحمن ناجي، بمشاركة أيضا كل رؤساء اللجان، عمرو غالب رئيس لجنة الشباب وعزة زيان أيضا رئيسة لجنة المرأة وسهام السيد مقرر اللجنة ونداء داود رئيسة لجنة الطفل ورشا عباس مقررة اللجنة وفؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد وعبد الرازق مصطفى درويش مقرر اللجنة ومحمد فتحي رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وطارق الشرباصي مقرر اللجنة. في اهتمام بالاستماع إلى وجهات النظر ومناقشة وجهات نظر رؤساء وقيادات اللجان المختلفة عشان هم كمان من خلال تفاعلهم وتعاملهم مع الأعضاء خلال الفترة اللي فاتت بيشوفوا إيه أفضل النقاط المطلوبة في الفترة اللي جاية وعلاج أي قصور موجود أو تلبية احتياجات الأعضاء أو شكاواهم أو طلباتهم المختلفة للأسرة أو للأولاد، كل الأنشطة المختلفة داخل النادي. وكان في تصور سمعناه من عدد من رؤساء اللجان في الفترة اللي فاتت وأكده الأستاذ محمد يوسف في هذه المداخلة إن النادي حريص على الخروج عن التقليدي أو توفير أنشطة مختلفة تخلي الأسرة كلها الكيان الكامل للأسرة من أعضاء النادي الأهلي مرتبط بالمكان وقادر على الاستمتاع بالساعات أو الأوقات اللي بيقضيها داخل النادي الأهلي، وأنه يبقى ده المكان المفضل بالنسبة له الذهاب إليه، وأن الأسرة بأكملها تبقى مستمتعة وبتجد أشكال مختلفة من الترفيه أو قضاء الوقت بشكل إيجابي وممتع داخل النادي. إن شاء الله يكونوا موفقين في وضع أفضل خطة عمل ممكنة. زي ما قلنا لحضراتكم، الرد على التشكيك في الفترة اللي فاتت جاء بالعمل وليس بالقول أو التصريحات، ولم يدلي المسؤولين في مجلس الإدارة بأي تصريحات، بالعكس كانوا بيكتفوا بإعلان نتائج هذا العمل وهذا الجهد والمباحثات اللي تمت والوصول إلى أفضل الصفقات، وده اللي تم في الفترة القصيرة الماضية مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، وإن شاء الله تكون مستمرة هذه الجهود بنتائج كمان المزيد من النتائج خلال الفترة القادمة. ما ننكرش ان في مشكله بتواجه طبعا النادي، سوء توفيق او حاله عدم توفيق، بدليل انه مع كل حالات عوده لنجومنا من العمليات العلاج او الاستشفاء من الاصابات بتكون قدامها كمان كان في سباق بين العائدين والمصابين او التعاقدات الجديده وحجم الاصابات اللي بتلاحق الفريق، وده طبعا امر مؤثر على اي فريق في العالم ويخرج عن صلاحيات الجهاز الفني او مجلس الاداره او المسؤولين في النادي طالما انهم بيتاكدوا ان كل الامور اللوجستيه التجهيزات وارضيه الملعب والخبرات الموجودة عند الجهاز الطبي وعند مخطط الأحمال، كل الأمور دي طالما أنها ماشية بشكل سليم وعلمي واحترافي بتبقى عملية التوفيق وعدم التوفيق أيضا مؤثرة على أي نشاط في العالم وليس فقط الرياضة أو كرة القدم. مروان محسن بيغيب شهر عن الأهلي وهشام محمد أسبوعين، طبعا مروان محسن إصابته في المباراة السابقة
بيغيب بسببها 4 أسابيع، ده اللي حدده الجهاز الطبي للنادي بعد إصابته بشد في العضلة من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية. وأضاف أيضا طبيب النادي الأهلي الدكتور خالد محمود إن هشام محمد لاعب وسط الفريق يغيب 2 أسبوع بسبب الإصابة في العضلة الخلفية. وأشار أيضا دكتور خالد محمود إلى أن أحمد فتحي بيعود إن شاء الله بعد 3 أسابيع لقرب عملية أو الانتهاء من عملية استشفائه وعلاجه من الإصابة اللي لحقت به في العضلة الأمامية أو تجددت في العضلة الأمامية خلال الفترة اللي فاتت. بينما كمان متوقع وفقا لتصريحات الجهاز الفني أن يعود أحمد الشيخ مهاجم الفريق اللي بيعاني من إصابة في الركبة بعد 2 أسبوع إن شاء الله. أجايي وحمدي فتحي، ده من الأخبار اللي بدأنا بها هذه الحلقة. تم التأكيد على احتياجات الجهاز الفني لخدمات اللاعبين في المباريات الجاية وتأكيده على تمسكه بقيد اللاعبين، وتم قيد كل من أجايي وحمدي فتحي الوافد الجديد أو أحدث المنضمين للنادي الأهلي منتقلا من نادي إمبي. إن شاء الله يكون إضافة كبيرة للفريق، وتم قيده بالفعل مع النجم النيجيري أجايي في القائمة الأفريقية. وياسر إبراهيم أيضا من الصفقات الجديدة، ورمضان صبحي وحسين الشحات كل النجوم الجدد. قدامنا الصور التذكارية اللي بيلتقطوها في الملعب على هامش التدريبات واستعدادات الفريق. كل هذه الصفقات اللي بنقول إنها فنيا هي صفقات من العيار الثقيل وصفقات جماهيرية، والنادي الأهلي كمان الجمهور ملتف حول النادي لقناعته بأهمية هذه الصفقات ولدورها مع الفريق في الفترة الجاية وتأثيرها المتوقع إن شاء الله على الأداء والنتائج. عشان كده كان في اتجاه لأن الصفقات دي تكون اختيارها بعناية شديدة وتكون إضافات هيتم قيدها فورا في قوائم الفريق المحلية والأفريقية. 19 لاعب تم الاستقرار عليهم من الجهاز الفني استعدادا لمباراة الجزائر المقبلة يوم الجمعة مع شبيبة الثورة. أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي هذه القائمة، وتضم الأسماء التالية: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السلية، حمدي فتحي، كريم ندفد، محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي، ميدو جابر، وإسلام محارب. قدامنا طبعا اللقطات اللي بيتكلم فيها والحديث اللي بيدور طول الوقت قبل وبعد التدريبات والمحاضرات اللي بتسبق التدريبات، جلسات العمل المشتركة للجهاز الفني مع اللاعبين عشان يشرحوا وجهات نظرهم، طريقة اللعب. لسه يعني لاسارتي تولى المهمة في وقت قريب جدا ومعاه مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي ما كانش يعرفهم قبل انتقاله للدوري المصري وأول تجربة له في الدوري المصري. طبعا في خبرات هتسهل عليه المهمة متمثلة في الجهاز المعاون، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الكوادر الموجودة في الجهاز الفني. لكن في النهاية القرار أولا وأخيرا بيكون للمدير الفني صاحب الصلاحيات الفنية الكاملة، فبيحتاج أعلى درجة ممكنة من فهم قدرات اللاعبين، وكمان اللاعبين نفسهم أعتقد أنهم محتاجين مرحلة هي اللي بنمر بيها دلوقتي منه الوصول لأفضل درجة تناغم وانسجام بينهم، لأنها مجموعة فيها أسماء كبيرة أو كثيرة ما اشتركتش مع بعض في مباريات سابقة، النجوم الجدد المنضمين والمصابين كمان العائدين للفريق مع الصفقات الجديدة ومجموعة الشباب اللي بتصعد لأول مرحلة في حياتها للفريق الأول في النادي الأهلي. وده اللي بيخلي المهمة طبعا محتاجة جهد كبير جدا من الجهاز الفني والحديث مع اللاعبين زي رمضان صبحي اللي عندهم قدرات خاصة جدا في الملعب، إزاي نستفيد بيها بأفضل شكل ممكن. وده بيكون حديث تعودنا أنه موجود بين المدير الفني في أي فريق كرة في العالم وبين اللاعبين اللي يقال عنهم انهم كي بلايرز، مفاتيح لعب مهمه جدا لو استغلت بالشكل الامثل. لاسارتي بيلقي محاضره سريعه للاعبي الاهلي للحديث عن شبيبه الثوره ودراسه نقاط القوه والضعف في صفوف المنافس اللي هنواجهه على ملعبه وسط جماهيره ان شاء الله مساء الجمعه المقبل، ودراسته للفريق المنافس. ودي امور طبعا تكون مهمه جدا قبل اي مباراه. حمدي فتحي بيشارك للمرة الأولى اليوم صباح اليوم في تدريبات الأهلي. اشترك الوافد الجديد القادم من نادي إمبي نجم الفريق المنضم من إمبي حمدي فتحي صباح اليوم على ملعب التتش في تدريبات الفريق للمرة الأولى، وطبعا لقى ترحاب واستقبال أكثر من رائع من زملائه في الفريق سواء نجوم الفريق اللي موجودين بالفعل أو الصفقات الجديدة أو الجهاز الفني. وده اللي دايما بنقول إنه بيؤكد عليه كل وافد جديد للنادي الأهلي إنه بيلاقي أعلى درجة ممكنة من المساعدة والدعم اللي بيقدم هولو زملائه سواء من الشباب أو أصحاب الخبرات في الفريق. ودي الروح اللي احنا عارفينها دايما عن فريق الكورة في النادي الأهلي ومحاولتهم دايما أنهم يسهلوا المهمة على الوافد الجديد ودمجوا في شخصية الفريق وأداء الفريق بأسرع وقت ممكن.
عودة صلاح محسن وسعد سمير للمشاركة في التدريبات. صلاح محسن وسعد سمير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بيشاركوا في المران الجماعي وشاركوا بالفعل صباح اليوم، وإن شاء الله يكونوا جاهزين في أسرع وقت ممكن. وأيضا كابتن الفريق حسام عاشور بيعود تدريجيا للتدريبات وتعافى من إصابته في الكاحل، وبيتم تجهيزهم للمباريات القادمة إن شاء الله. والتدريبات التأهيلية مستمرة لأحمد علاء وباسم علي. أزارو والشيخ قلنا طبعا أن عودة الشيخ متوقعة إن شاء الله خلال أسبوعين. وليد أزارو كمان اشترك في جلسات علاجية وتأهيلية مع أحمد الشيخ استعدادا للعودة إلى المشاركة الجماعية في التدريبات خلال أيام قليلة إن شاء الله. والأهلي بيودع سليف كوليبالي ويهدي درع وعلم النادي الأهلي بعد الفترة القصيرة اللي قضاها مع الفريق، واتمنى له طبعا المسؤولين في النادي وفي الفريق كل التوفيق في تجربته الكروية القادمة. كدمة في الكاحل زي ما قلنا لحضراتكم لكابتن الفريق حسام عاشور، ولكنها ان شاء الله ما تكونش مؤثرة ويعود سريعا للفريق، والجهاز الطبي بيعلن انها يعني ان شاء الله تستغرق وقت قصير لعلاجها ويكون موجود في الفريق في المباريات القادمة ان شاء الله. نهاية فقرتنا الإخبارية اللي بدأنا بها مع حضراتكم النهاردة حلقتنا من برنامج الأهلي ليلة. فاصل ونعود، ولكن الحديث عن كرة القدم، عن الصفقات الجديدة، عن أبرز التعاقدات، عن التصورات الفنية لشكل وأداء ونتائج الفريق في الفترة الجاية مع نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن عمرو الحديدي. فاصل ونعود، وخلال هذا الفاصل هنتابع هذا التقرير واللقاءات اللي تمت بمشاركة وزير الشباب والرياضة المصري والتأكيد على مضاعفة الجوائز المالية لأولمبياد الطفل المصري ووصولها إلى 500,000 جنيه. دي تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن هذا هو المستهدف تنمية واستثمار قدرات النشء والأطفال في مختلف المدن والمحافظات المصرية. المزيد في التقرير التالي. دي فكرة جديدة، احنا كمان بنشتغل بدري على المشروعات القومية. مصر بتعمل دلوقتي مشروعات قومية، عندنا 9 ألعاب ومشروع الموهبة. في الحقيقة احنا فيها بنعمل مراحل بانتقاء على مستوى مصر، وبعدين بنحطها في سنوات تدريبية، سنتين في سنتين في سنة، وبنقول ان احنا بنتخطى 2020 ل 2024 وهكذا. طب لما نبدأ نقول طب احنا المراحل الزمنية اللي بنشتغل عليها عايزين يبقى فيه تهيئة ومحاكاة للأطفال بأقصى حاجة فيها بطولات وفيها تجمع يتوازى مع رؤيتنا في قطاع البطولة. فعملنا فكرة من خلال الزملاء والشباب وفكرة شباب وزارة الشباب والرياضة ان احنا نعمل أولمبياد للطفل المصري. الأولمبياد ديت هيلعب بشكل محاكاة ومتماثل مع الأولمبياد، ويشتغل على من خلال المحافظات، ويشتغل كمان في مراكز الشباب، لأن احنا عايزين مراكز الشباب يكون مركز كبير جدا في كل حاجة متفاعل. وبعدين نعمل تصفيات على مستوى القطاعات، ثم في القاهرة نعمل افتتاح إن شاء الله يليق بهذا الحدث المحترم. يعني الفكرة في الحقيقة منتج شبابي، الوزارة من الوزارة عايزين نكبرها وعايزين نحطها على تراك وتكون دي بداية. هنبدأ إن شاء الله يعني بحاجة كبيرة، لكن أكيد عشان نضمن استمراريتها يكون عمل مستمر على طول، يبدأ المنتج قوي ويستمر وبمساعدة الإعلام. يعني مصر بتمتلك بنية أساسية الحمد لله كبيرة جدا، سواء على مراكز الشباب، عندنا أكتر من 3000 مركز شباب في يعني بنيته معقولة وكويسة، وفي الباقي إحنا بنكمله. لكن في مدن رياضية، في منتديات شباب، منتديات شباب زي مراكز الشباب بالظبط موجودة، في نظر شباب، دي كلها موزعة في المحافظات وموجودة في الأندية اللي موجودة موزعة في أكثر من مكان، في الاستادات اللي موجودة سواء استادات مع وزارة الشباب والرياضة أو استادات عامة. فالبنية الأساسية، وده شفناه في 2019 الحمد لله لما قدمنا، احنا عندنا بنيتنا الأساسية ومش قلقانين إن في بنية أساسية تلعب عليها مباريات للبطولة، وفي كمان استادات أو ملاعب هتلعب عليها الدوري المصري. فبالتالي الحمد لله ده تراكم السنين اللي فاتت ووزراء الشباب والرياضة السابقين كلهم، اللي كلهم ساهموا في ان احنا نكون في المستوى الحالي، ما عندناش مشكلة في هذه البنية الأساسية. الجانب الفني محدد عدد من الرياضات والمراحل السنية اللي موجودة اللي شرحها الزملاء اللي موجودين، وكده نبدأ عدد كبير مش من الألعاب، لكن التجربة تنجح نبدأ نزود الألعاب ده، وده في الأولمبيات العامة دايما بيكون في مثلا أحقية للدولة المنظمة ان هي تضيف بعض الألعاب، وكمان كل فترة بيزيدوا ألعاب أساسية. نبدأ بس البداية حتى لو الألعاب مش كتيرة، لكن بعد كده تدخل أكيد هيبقى يكون في معامل انتقاء للمشروع القومي للناشئين من ولادنا دول. أكيد هيجي أساسا ولاد بيلعبوا، فبيلعبوا بينموا القدرات بتاعتهم، أكيد هيروحوا للمنتخبات. لكن أكيد المشاريع القومية والمشروع القومي للناشئين هيكون يعني توجيه للجنة اللي موجودة ان هي تنتقي من الولاد دول. الإعلام شريك نجاح لينا، انا بطلب من دلوقتي اهو في الإعلام
لو سمحتوا انتوا يعني اعملوا حدث للطفل المصري. لو هتعملوا الحدث للطفل المصري اللي فيه تربية وتعليم، اللي فيه أزهر، اللي فيه حاجات كتيرة جدا، اهتموا بهذا الحدث واهتموا بالنتائج بتاعته. وانا كمان هخصص مجموعة عمل في إدارة الإعلام في الحقيقة ان هي تكون تدي رسائل يومية لهذا الحدث عشان تسهل العمل الإعلامي. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونبدا هذا اللقاء بالترحيب بضيفنا في الاستوديو نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير، اهلا بيك، سعداء بوجودك معانا النهارده. ازيك يا استاذ محمد، ربنا يخليك ربنا يكرمك. كابتن عمرو، كنا بنتكلم من بدايه الحلقه عندنا فقره اخبار كبيره جدا عن الصفقات وحاله النشاط الموجوده في النادي الاهلي، شايف الامور ازاي في الفتره؟ بص يا استاذ محمد، الفتره دي لازم النادي الاهلي كان يبقى فيه احلال وتجديد، مش هنفضل طول عمرنا بنبص على اللعيبه. اللعيبه فيها وقت من الاوقات بتستهلك، يعني احنا عارفين من الحرس القديم الكابتن احمد فتحي، كان موجود حسام غالي، كان موجود عماد متعب، حسام عاشور، لازم يبقى فيه جديد. الجديد بالنسبه للنادي الاهلي هي الاماكن الناقصه في وجود النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي كنت بتفكر مثلا محمد هاني من باك رايت تلعبه سيرد باك، ساعات بتلعبه ليبرو، ايمن اشرف في غياب علي معلول لعبه باك ليفت، فانت بتدور على حلول لعيب جوكر عندك يحللك المسائل دي. في وقت اللعيب الجوكر هيستهلك هو كمان، فلازم يكون النادي الاهلي في الوقت ده عنده بصيص نور اني اجيب لعيبه للاماكن اللي اللعيب بتاعها خلاص مش قادر. 17 و 18 سنه بيلعب ستاندنج اهلي ومنتخب مصر، فهيبقى في وقت البديل او الموجود، مش هقول لك لازم يبقى قريب، لازم يبقى موجود بالظبط. هتاخد روح تنافسيه داخل الملعب داخل القلعه الحمراء من اللعيبه دي كويس قوي. احنا شفنا ده من سنين، كان عصام ونادر. وكلامك ده مهم جدا يا كابتن عمرو، ساعات حتى المنافسه دي مش بس لصالح الجيل الصاعد او الشباب، ساعات اللعيب الكبير نفسه دي بتدخله في حاله في تحدي مع نفسه. انا لسه بقول لحضرتك لو رجعت ايام مستر مانويل كان عصام ونادر خدت احسن اثنين حراس مرمى في مصر. فدي اعتقد مجلس اداره النادي الاهلي شايف دي كل المهاترات والمشاكل اللي بتتقال حوالين الساحه الرياضيه من جرايد للتلفزيون، كل ده بنسمعه. هم كيان النادي الاهلي هو كيان ثابت زي الاهرامات، عمره ما هيتهد ولا بكلام ولا بافعال ولا بنتائج، بيقوي نفسه بسرعه. ده كمان في مكانه، لانه وقت التعاقد مع حارس المرمى الكبير كابتن نادر السيد وقتها الكابتن عصام الحضري مستواه وصل لاعلى مستوى في تاريخه كله طبعا، لما بقى المنافس بتاعه في يعني التعاقدات دي ليها تاثير على اللي هيلعب وعلى المنافس اللي جاي، على اللي هيلعب عشان عايز يثبت نفسه صح، وعلى المنافس اللي موجود وهو جاي عليه يدخل الملعب. احنا الاثنين في روح تنافسيه شرفيه ان احنا كل واحد فينا يثبت مين الاقدر في ان يكون في ال11 اللي موجودين في الملعب. طيب، متفائل بالمستوى الفني، الاسماء الجديده، في تنوع في الصفقات في الاعمار وفي الخبرات وفي مراكزهم كمان في الملعب، ما بين هاف ديفندر ومساك ولاعب وسط مهاجم وراس حرب، يعني في كل المراكز تعاقدات دلوقتي. هل شايف انها هتكون اضافه كبيره او هتغير شكل الفريق للافضل الفتره الجايه؟ استاذ محمد، اما نقرا في احد التصاريح ان حمدي فتحي بيقول لك لو ما لعبش في النادي الاهلي عايز ابطل، لو ما لعبش في النادي الاهلي عايز ابطل. هو خلاص شايف نفسه في انبي مرحله انتقاليه للاهلي، مرحله عالميه. هو عارف هو جاي نادي الاهلي يعمل ايه، وهياخد ايه من النادي الاهلي، وهيدي للنادي الاهلي ايه. انا بقول لاي لعيب موجود، احنا كنا موجودين اللي جايين من المحله انا ووائل جمعه، ادي للنادي الاهلي قبل ما تاخد انت لنفسك، هتجيلك كل حاجه. ادي للنادي الاهلي كل نقطه دم عندك، مش عرق، كل نقطه دم عندك، هتاخد اللي انت عايزه اعلاميا وشهره وكل حاجه، حجم كل حاجه الكبير اللي حققه. اعتقد انا بتكلم ده على حمدي، اعتقد ان حسين الشحات جاي من نهائي بطوله عالم للانديه، مش غريب عليه ده الاجواء، انت راجل محترف وثبت في الدوله العربيه الامارات الشقيق، ان انا حسين الشحات اللي انتقلت من المقاصه للعين وثبت الاقدار النادي الاهلي يجي يتفاوض عليا. انت دلوقتي ابني من ابناء النادي الاهلي، خلاص لبس الفانله الحمراء، انت ابن النادي الاهلي. ياسر ابراهيم، انت بتتحدى نفسك، بتتحدى نفسك، اتحديت الناس كلها، كنت نجم نادي الزمالك، اصبت، رجعت سموحه، لفت انظار الناس كلها واولهم النادي الاهلي، انت قدها وهتثبت للناس كلها مين هو ياسر ابراهيم
في الفترة القادمة يكون من العلامات من أحسن مساكين في مصر. طب أنا بسأل عن ياسر إبراهيم، واحد من المساكين المتميزين جدا في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، كابتن عمرو الحديد، فنيا رأيك إيه في المدافع في الباك ياسر إبراهيم؟ أنا تملي بحب حاجة وأضيف حاجة، أحب أن أنا ألتزم بتعليمات مدرب وإمكانيات أن أنا يعني أتمكن من فقد كل مهارة الفرود لصالحي، بعد كده أطور من نفسي. كان يقولها لي الدكتور علاء شاكر، امسك الأول والعب مان والتزم، بعد كده هتلاقي الجيم بالنسبة لك بقيت أنت رقم واحد، مش الفرود اللي رقم واحد. أعتقد أن ياسر إبراهيم في الحتة دي مساك كويس قوي، بيجيد ألعب الهواء، شجاع، ودي من أهم حاجة تخص منصب السرد باك، أن أنا يبقى قلبي جامد ما بخافش، التحامات هايل، كورته هايلة، فده ما في حد ذاته يعني ما بيخافش من ما بيخافش يعني ما بيخافش من مواجهة المهاجم. بص أنا قلت لك قبل كده مع حضرتك أحمد علاء، بقول لك ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، شوف الهدف اللي أيمن جابه من التاكلينج في آخر دقيقة، شكل الهدف إيه؟ أنت بتتعادل مع الداخلية، روح النادي الأهلي يا جماعة هو روح. اللعيبة اللي موجودة دي أنا مش بقلل من إمكانيات الفرق التانية، أحسن لعيبة في مصر، ولو اخترت أنت من أي مكان أنت بتختار أحسن لعيب في المكان يضيف لأحسن نادي في مصر، كل واحد صحيح. فيه ليه جزء. أنا هختار أحسن لعيب مثلا في الأهلي عشان يلعب برة، رمضان، حجازي، هي برضو هنا اخترت حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، يرجع النادي الأهلي، ياخدوا النادي الأهلي بيت جديد، شهادة ميلاد جديدة. ورأيك في عودة رمضان صبحي في التوقيت ده؟ مش غريب عليه، مش غريب عليه، ده بيته، بالعكس هيطلب منه أكتر من اللي هو عمله قبل ما يمشي. أنت مطلوب منك رمضان صبحي اللي مشي من مصر أحسن لعيب في مصر يرجع يعلي كفة النادي الأهلي وهو أحسن لعيب في مصر. الخطوة اللي مسؤولية والعبء عليه طبعا دلوقتي. الخطوة اللي أنت جربتها وجيت في مصر للنادي الاهلي بصفه الاعاره، انت بقيت راجل كبير ذو خبره، مطلوب منك تضيف للزملاء الجداد حتى اللي لو سنه صغير، حتى لو فرق سنتين بس ايا كان، بس اللي انت اتعلمته، راح الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم وخد خبرات اتعلمت من حسام غالي، اتعلمت من حسام عاشور، اتعلمت من احمد فتحي، اتعلمت من كل اللي موجودين في النادي الاهلي من الجيل القديم اللي انت عاصرته، مطلوب منك تعلمه للي موجودين. انا جاي زي زيكم، جاي افحر اسم جديد لرفع اسم النادي الاهلي، مش لاسمي انا. انتوا اسماءكم كبيره في كل مكان، اسماءكم كبيره في كل حته، عالميا، محليا، افريقيا، اسماءكم معروفه. احنا بنقول دلوقتي النادي الاهلي البيت، بيت العيله. حسين الشحات اللي كان مطلب جماهيري وكان حديث الساعه في الوسط الرياضي والكروي في مصر، الناس كلها كانت مجمعه على اننا محتاجين اللعيب ده تحديدا ضمن الصفقات الجديده، مركزه وامكاناته الشخصيه. وكمان في قضيه تانية بدات بيها كلامك كابتن عمرو، حضرتك قلت انه قضيه الانتماء للنادي الاهلي مهمه جدا طبعا. والنادي كان حريص على ان ده يكون المعيار الاول في اختياره للاعبين الجدد او الصفقات الجديده، يكون لاعب بيحب النادي الاهلي وعايز يلعب للنادي الاهلي، وان ده بيعمل فرق كبير جدا في اداء اللاعب. رايك ايه في انضمام حسين الشحات وتصريحاته ان حتى فارق الفلوس لو كان العروض اللي عندي افضل بره مصر او في منطقه الخليج او في الدوري الاماراتي او في بعض العروض اللي جات لي خارج العالم العربي، انا عايز اكون في النادي الاهلي حتى لو بفارق او بقيمه ماليه اقل؟ هقول لك على حاجه يا استاذ محمد، حتى لو انا خدت اي بطوله مع نادي العين ايا كان، مع احترامنا لكل الانديه العربيه او الاوروبيه، في طعم تاني جوه النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي خدت بطوله، انا عايز اخد بطوله، امنيه حياتي. حضرت نهائي بطوله العالم للانديه، لا انا عايز اخد بطوله ويضاف لرصيدي بطوله افريقيا ودوري عام وكاس مصر، ده مسموح وشيء مشروع، حقك طموحك. هو اختار ده، هي مش موضوع ماده، ما هي انت هتاخد الفلوس الاول قبل ما تدرس ولا هتدرس وبعد ناخد الفلوس؟ لا هدرس الاول، انا عندي دراسه معينه هفرق بيها مع النادي الاهلي، مع فريق النادي الاهلي، بامكانياتي انا هبقى لعيب كويس وهضيف لاسم القرعه الحمراء حسين الشحات، هيتقال في التاريخ في حسين، زي ما كان في ابو تريكه، زي ما كان في بركات، زي ما كان في جمال السيد، ابو الدهب، كمونه، فيليكس، احنا كلنا كنا بنقول نتمنى نتمنى. انا واحد من الناس، هتكلم عن نفسي، اتمنى كنت اعدي من جنب الاسدين. كنت بتتمنى وقت انضمامك لنادي الاهلي كابتن؟ بص لان اسمك كان مطروح ايامها، وكل عدد كبير من الانديه، انديه القمه بتتنافس على ضم المدافع عمرو الحديدي من المحله، كان عندك رغبه اكيده بالانضمام. انا اتقالت الجمله دي، كان الله يرحمه الكابتن صالح
وانا موجود في النادي الاهلي مجلس اداره الزمالك خطف الحديدي. بالليل كان كابتن حماده الله يرحمه بالليل الباشمهندس عدلي خلص الموضوع مع المحله اتقال كده الاهلي اخر صفقات مدافع الفلاحين عمرو الحديدي. كنت اخر يوم قبل ما الكابتن صالح يسافر كنت انا موجود في النادي الاهلي. ما فكرتش هتوقع ايوه على 5 7 8 انا مش عارف ربنا كاتب في العمر قد ايه وانا امضي ما عنديش مشكله. بس نفسي اخش النادي الاهلي. مش هخش اتفرج. انا دخلت اتفرج. عايز العب كوره في النادي الاهلي. عايز العب ابقى موجود مع الناس دي. وفي الوقت اللي انا رحت في المحله الله يرحمه الكابتن سياجي قال لي هتروح؟ قلت له يا كابتن والله يعدي اول سنه بس وان شاء الله هثبت للناس كلها ان انا من المساكين المعدودين. عشان ممكن اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا يا جماعه بلاش مبالغات، خلي الكلام حقيقي، خلي كلامكم موضوعي. هكلمكم من خلال تجربه كابتن عمرو الحديدي، واحد من النجوم اللي لعبوا في مباريات رسميه محليه ودوليه للنادي الاهلي ومع منتخب مصر. كابتن عمرو، فعلا كنت واخد قرار ومنتمي للنادي الاهلي، فحتى لو كان جالك عروض افضل ماليا كان قرارك الانتقال للنادي الاهلي؟ لان في ناس بتقول مش معقول احنا في عصر مادي جدا واللاعبين بيفكروا كده، بينما احنا على يقين ان النادي الاهلي له حسابات خاصه عند عدد كبير من اللاعبين وممكن يبقى عندهم عرض اعلى ماليا ويضحوا عشان يبقوا في النادي الاهلي. الكلام ده عايزين نوضح النقطه دي للناس. لو انا حصل كده بالظبط كابتن انور سلامه اتكلم معايا قال لي النادي الاهلي هيشتري بيك من المحله بالمبلغ الفلاني وانت هتاخد المبلغ الفلاني. ما ترددتش لحظه وانا بمضي العقد 5 سنين انا ما قريتش انا بمضي على ايه. وكان المبلغ خارج النادي الاهلي اعلى اللي معروض وقتها. لا 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 اكتر رقم بكتير كبير. هقول لك احد الانديه الشهيره في مصر انا كان مبلغي 400000 جنيه ليا انا لوحدي وهيدوروا لي على شقه في مصر ان اكون موجود جنب النادي. انا لما كابتن صالح جابني وبوقع قال لي انت باصص وانت بتوقع على العقد؟ قلت له اه بوقع. قال لي انت بفتح الاوضه دي؟ فتحت الاوضه دي لقيت والدي الله يرحمه ماضي بالنيابه عني، هو اخويا الكبير مجدي، ان ده ماضي جنبك وقال اللي انت قلته. احنا اهلاويه وبنتمنى ابننا يبقى في النادي الاهلي. بس كويس، ده ابلغ رد على كل الناس بتقول يا جماعه بس احنا في عصر احتراف ما بقاش اللي يقول بص حب النادي قلنا له النادي الاهلي حاجه تانية. لو انا ما قلتش مش هتبقى فيها بروباجندا، لا لازم اقول واقول وشعارات. لا انا لعبت في النادي الاهلي ولو ما كانش في فلوس في النادي الاهلي كنت هلعب في النادي الاهلي. واما جيت انا وكمونه وابو الدهب وجمال ما تردناش لحظه. لو سمعت الارقام اللي احنا ماضينا بيها انا ماضي 5 سنين ب 20000 جنيه سنه 93، جمال السيد ب 32000 جنيه، ابو الدهب 60000 جنيه، كمونه كان اكتر شويه بس المشير كان بيمضي السنه ب 50000 كان ابن النادي. شوف الارقام كانت عامله ازاي. يعني ساعه ما سمعنا رقم الكابتن رضا عبد العال 625 في ناس قلب مفتوح وفي ناس تغيير شرايين. الرقم كده؟ لا، الاربعه اللي قلته يعني من خارج النادي الاهلي مع المدافعين اللي موجودين في الوقت ده زي كابتن مشير حنفي، لكن قلت 4 صفقات من العيار الثقيل شالوا النادي الاهلي في خط الدفاع سنين. عمرو الحديدي ومحمود ابو الدهب وسمير كمونه وجمال السيد. الاربع اسماء دول فعلا هم كانوا شكل خط دفاع الاهلي الفتره دي في عدد من البطولات. وكان يعني كابتن صالح وكابتن طارق قال لك دور على العمدان فجاوبنا عايز لعيبه الاقوياء. لا مستر كوتي قال لك مره هم ليه لعيبه النادي الاهلي كانوا قصيرين؟ قال لك عايزين اطوال. فكنت انا وجمال وكمونه وابو الدهب واقفين جنب بعض يعني خلاص ما انا وبعدين ابو الدهب وبعدين كمولا وبعدين جمال. بس الاربع لاعبين من اللي هم المدافعين اللي عندهم لا طبعا دول مميزات الطول. لا دول احسن مني كمان بكتير، دول من احسن 3 لعيبه لعبت جنبهم. كمونه يعني راسي لابعد الحدود، المدفعجي ده لن يتكرر، محمود ابو الدهب، جمال السيد العقل وكل شيء بس غير محظوظ مع مستر هولمان. سمير كمونه لعب بطوله كاس امم، نهائيات كاس امم كامله ما غلطش فيها غلطه. طبعا 98 لعب البطوله كامله ما غلطش البطوله دي غلطه. 98 كل الناس قالوا ما غلطش غلطه، مدافع بيلعب بطوله كان بيلعب ايه؟ سيرد باك ودي صعبه ليبرو. جدا طبعا حقيقة. كابتن هاني رمزي افضل اللاعبين كان في الوقت ده كمان مدافعين في تاريخ مصر يعني. كان في الوقت ده كابتن هاني رمزي ديفندر في نص الملعب. طيب هنتكلم كمان عندنا يعني عدد من اللاعبين وعندنا تقارير مصوره عايزين نعرضها، بس بنتكلم بشكل عام انك متفائل بخبراتك في كره القدم يا كابتن عمرو، ان الفتره الجايه هيبقى شكل اداء الاهلي فيها مختلف مع الجهاز الفني والاسماء الجديده، كل التغيير اللي بيحصل في قطاع كره القدم في النادي وقته مش كتير. وقته مش كتير يعني هياخدوا على بعض بسرعه جدا. حسين مش غريب عليه اسم النادي الاهلي وطريقه اللعب. رمضان نفس الكلام. ياسر ابراهيم هو كان موجود في سموحه سرد باك مقاتل، هيجي النادي الاهلي سرد باك مطلوب ليه بطولات. يعني انا شغلتي احمي النادي الاهلي من اي تهديف واسيب الفراوده هي تهدف، يعني ابعد مرمايه من اي هدف يجي عندي بعد كده هم يحلوها. انا مصدر الاطمئنان الاول بعد حارس المرمى
لدفاع النادي الاهلي. طيب هنتكلم عن حمدي فتحي كمان من المطالب الجماهيريه الفتره اللي فاتت. اكتر من شخص من جماهير النادي الاهلي طول الوقت الناس الجمهور بيسالنا حمدي فتحي مصير الصفقه دي ايه، هينضم للنادي الاهلي ولا لا، واتحسمت خلال ساعات بعد ما سمعنا تساؤلات كثيره جدا. النادي الاهلي اكيد كان عنده قناعه بامكانيات هذا اللاعب وانه هيكون اضافه للفريق. عايز اعرف رايك في انضمام حمدي فتحي للنادي الاهلي. استاذ محمد، النادي الاهلي لما بيجي يختار حد مش بيختاره عشان مطلب جماهيري، بيختاره باسس وقواعد وتصرفات وامكانيات واداء، في شروط. هل الشروط دي هتنطبع على النادي الاهلي؟ هينفع الراجل ده يبقى موجود في النادي الاهلي؟ اه طبعا. هقول لك على حاجه يعني فيها مصدر الابتسامه شويه. لما النادي الاهلي لعب احد الماتشات الوديه كان موجود مع رامي صبري، لعب ليبرو، لقيت عليه الفانيلا. في فانيلا رامي صبري ليبرو ام بي في احد الماتشات الوديه. النادي الاهلي كان عامل احتفاليه، جه لعب مع النادي الاهلي هو واحمد سامي ليبرو المقصه اللي هو ليبرو نادي الجيش دلوقتي، لقيت عليهم فانيله النادي الاهلي. معلش، في ناس بتلبس فانيله النادي الاهلي بتليق عليه، تشوف ان شكل ستايل اللعيب ده ينفع لايق عليه، وفي مهما هتقنع نفسك مش لايق عليه خالص. تتكلم عن شكل ادائه في الملعب، طبيعه ادائه بالظبط، وسبحان الله الشوط اللي لعبه رامي واحمد اتعود على طباع النادي الاهلي مجرد انه في الملعب، خد على طريقه اللعب الالتزام والضغط والانقضاض والباص بحساب والعاب الهواء، خلاص اتعود. انت مجرد ده نزلت الملعب جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي 80% روح. طب هنرجع لنقطة تانية اللي بيقولوا فيها ان احيانا بيبقى اللعيب كمان في خضة بتحصل، في صدمة بتحصل لما بينزل من نادي، طبعا مع احترامنا لكل الاندية، بس ما عندوش جماهيرية وشعبية النادي الاهلي، ان ده بيبقى لود عالي جدا على اللعيب وممكن كمان يسبب له اصابة، انه فكرة صدمة الضغط الجماهيري والاعلامي والمطالبة بالفوز. خلينا نرجع نسمع رأي كابتن عمرو الحديدي في النقطة دي، ولكن بعد متابعة هذا التقرير عن احدث الصفقات الوافد الجديد حمدي فتحي. من الصيف اللي فات وانا متمسك ان اكون موجود في النادي الاهلي، والنهارده بصراحه اسعد يوم في حياتي وحلمي وحلم عيلتي من صغري، يعني الحمد لله. يعني والله المفاوضات بدات من الصيف اللي فات، فما حصلش نصيب ان بيتمسك بوجودي في النادي، وانا كنت متمسك جدا برضو ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فالفتره اللي فاتت دي من 3 اسابيع وهم بيتكلموا مع النادي وانا بتكلم معاهم، و كان في ضغط جامد ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، فالحمد لله ان ده الحلم يعني واتحقق يعني، والحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي النهارده. يعني بدات في دمنهور كنت صغير، يعني حتى لعبت درجه اولى سنتين بس، سنه ممتاز بيه وسنه السنه اللي كنت موجود دوري ممتاز، انتقلت الام بي ما حصلش نصيب ولعبت السنه دي، فالسنه دي انا مضيت على نفسي واصله امانه عشان اطلع العب، عشان اتكلمت معهم هم كان كمان عايزين يقعدوني، فكابتن علاء عبد العال ما كانش عايزني السنه دي والنادي ما كانش عايز يمشيني، فانا قلت لهم لا انا لو قعدت السنه دي انا هبطل كوره، هتبطلوني كوره، فمضيت على نفسي واصله امانه ب 2 مليون جنيه عشان اروح العب سنه في بتروجيت، والحمد لله كنت موفق السنه دي بفضل ربنا طبعا والكابتن طلعت يوسف، وانا بشكره. يعني الموسم اللي فات كله كنت عامل موسم كويس جدا، والحمد لله يعني محطات صعبة، يعني عشان أوصل للحلم اللي أنا فيه يعني دلوقتي. بصراحة أبويا كلمته في التليفون وكان فرحان جدا، وأمي كلمتها برضو بعديه على طول وقعدت تعيط، بصراحة فرحانة جدا. يعني أنا الفترة اللي فاتت دي كلها كنت بتمرن مع دكتور التأهيل لوحدي، فعشان اكون موجود في النادي الاهلي بصراحه، يعني انا كنت مصمم ان انا اكون موجود يعني، فحصل مشاكل كتير ان هم اتكلموا معايا بصراحه، فجيت بعد كده كلمت الاستاذ زكريا بصراحه، يعني في 3 ايام الاستاذ زكريا لما كلمته الموضوع بصراحه خلص، نائب رئيس النادي مظبوط، فكلمته 3 ايام بالظبط والموضوع خلص. فبصراحه الكابتن رامي صبري له دور كبير قوي في وجودي هنا بصراحه، يعني كان في تليفون امبارح لرئيس النادي عندنا، والحمد لله يعني هو كلمه، والحمد لله ان الصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. انا بصراحه اول ما دخلت حاسس ان انا حلم، يعني حلم والحمد لله اتحقق، فانا بصراحه اسعد يوم في حياتي النهارده بصراحه.
وربنا يكرم ان شاء الله نكون على قلب رجل واحد الفترة اللي جاية، وربنا يكرم ان شاء الله وفي ماتش افريقيا اللي جاي ده وناخد كل البطولات يعني الفترة اللي جاية ان شاء الله. المنافسة طبعا قوية جدا، في اسماء كبار جدا النادي الاهلي، فربنا يكرمني ان شاء الله. فعايزه جهدي اكبر من الفتره اللي فاتت، وربنا يكرم ان شاء الله اكون على قد مسؤوليه الجهاز الفني والنادي الاهلي والجمهور يعني ان شاء الله. انا سعيد ان انا موجود في وسطكم، وانا كنت بتمنى ان انا اكون موجود معاكم يعني الفتره اللي فاتت كلها. كابتن عمرو الحديدي، شفت تصريحات، رأيك أو تعقيبك على تصريحات حمدي فتحي وحبه الكبير اللي بيعلن عنه ندخله للنادي الأهلي وارتدائه تيشرت النادي الأهلي، ده حلم بالنسبة له كلاعب كرة؟ ده هو نفس اللي كنت بتقوله. سمعنا قال لك أنا بلغت أسرتي إن إحنا أهلوية وأنا أسعد واحد في الدنيا وعايز أضيف للنادي الأهلي، وأنا صممت إن أنا أطلع إعارة بلد سنة برة وأمضي على نفسي إيصال أمانة أو شيك عشان أبقى متواجد. واسمع بقى اهم جمله المكالمه اللي اتعملت لاستاذ زكريا نائب رئيس النادي من رامي صبري، لسه كنا بنقول هو برضو كابتن ام بي وجي النادي الاهلي ولو لفتره بسيطه تواجد معاهم في مباراه وديه، نقل الصوره لحمدي. راجل بيقول لك احنا مطلوب مننا، احنا متواجدين، حصلت مشاكل وانا امنيه حياتي وانا مش مصدق انا بحلم. هو ده يلعب في النادي الاهلي، كانه كان سامعك وانت بتتكلم يا كابتن، او كانك شفت التقرير قبل ما تتكلم. ده اللي جاي، ده اللي جاي ان شاء الله يبقى في نجم جديد. متفائل ان حمدي فتحي هيبقى نجم جديد في الفريق. طيب هنتكلم شويه بس قبل ما ننتقل لملف البطوله الافريقيه وتوقعاتك لاداء فريق الاهلي ان شاء الله مباراتنا اللي جايه يوم الجمعه المقبله في الجزائر امام شباب الثوره الجزائري. كنا بنتكلم من شويه عن لاعب مثلا قدرات محمد محمود، اللاعب الشاب رغم اصابته ان شاء الله يعود سريعا، ظهر بمستوى في ثقه في الاداء وفنيا مرضي جدا للجمهور في بدايه المباريات اللي شارك فيها قبل اصابته. بصرف النظر عن نتيجه المباراه هو كان اداؤه مقنع جدا للجمهور، وفي ناس بتقول لا ده اللعيب بياخد وقت وبيبقى عنده رهبه كبيره من المشاركه مع فريق زي الاهلي وممكن يحصل له دروب لما ينضم لفريق جماهيري زي الاهلي وياخد وقت على ما يرجع لمستواه. رايك ايه في الكلام ده كله؟ مش حضرتك كنا بنتكلم في الفصل ايه اللي فيه مشكله؟ محمد محمود مواليد 98، ده بقى له سنين في النادي الاهلي. حسام غالي الصغير مش فارق معاه ومش خايف ومش هايب الموقف وادى اللي هو شافه، الاصابه ربنا يشفيه ويعافيه. لاعب كبير بمعنى الكلمه، واثق في نفسه، في امكانياته، واثق في نفسه، راجل مضموم قبل ما يجي النادي الاهلي وهو في دجله كان بيلعب في منتخب مصر، فهو عارف امكانيات نفسه رايحه فين. بدلك ملوش نصيب او ملوش حظ في الفتره دي، ربنا شايل له الاحسن. هو اعتقد الكلمه اللي حضرتك كنت بتقولها لي هو اللعيب او الجماهير بتقول ضغوط ويتخض واصابات، لا لا لا، الكلام ده زمان. دلوقتي خلاص عصر الاحتراف، امكانياتي فين؟ انا امكانياتي فين؟ امكانياتي تفرضني على الساحه كلها يبقى شيء مرغوب فيه. انا راجل لعيب كويس وعارف قدراتي كويس قوي وعارف امكانياتي تتفوق على اللي موجود ازاي. خلاص ان شاء الله يبقى اضافه للفريق كمان محمد محمود طبعًا. سنه صغير كلاعب كره وفي عمره باذن الله فتره العلاج اذا كانت الله اعلم 4 شهور ولا اكتر ولا اقل، باذن الله الفتره دي ما تبقاش مؤثره او ما نشعرش انها فتره عطلته عن مشاركته مع الاهلي باذن خلاص الله. هو يعود سريعا للفريق، سب بصمه وسب فحر اسمه في اذهان جماهير النادي الاهلي ان في لعيب في نص الملعب اسمه محمد محمود جاي من وادي دجله لفت انظارنا من ماتش او اتنين او تلاته، بعد كده اصابه ربنا يشفيه ويعافيه هيرجع احسن مكان وعمرنا ما هننساه. انطلاقة الاهلي في دوري المجموعات امام بطل الكونغو، وبعد فيتا كلاب عندنا مواجهة مهمة جدا مع فريق شباب الثورة الجزائري على ملعبه وسط جماهيره يوم الجمعة المقبل. رؤيتك ايه لانطلاقة الاهلي اولى مبارياته والفوز على فيتا كلاب في المباراة الاولى في دوري المجموعات والتوقعات الخاصة بالمباراة اللي جاية ان شاء الله؟ استاذ محمد احنا هنمسك الموقف على مشاهد ارضي جماهير النادي الاهلي بامكانيات فريق جديد. اثنين، اعمل ثبات لمستوى اللعيبه الجدد في المباراه القادمه. عيني ما بتتشالش رغم بطولات افريقيا عن الدوري العام وكاس مصر. في كبوات ما اختلفناش، في تعثر بسيط. بعد كده انا هرجع ثقه الناس فيا تاني باداء اللعيبه الموجوده. ايه هو المكسب؟ المكسب انا مش هحلل مباريات، مش هقول على امكانيات،
مش هقول انا كابتن استاذ محمد، استاذ محمد امكانياته هايل، بس حسام عاشور احسن، احمد فتحي لازم يبقى متواجد. لا لا انا دلوقتي بقول نتائج 3 بونت، بعد كده 3 بونت وشكل جمالي. يعني هل الكره دلوقتي في ملعب الجهاز الفني واللعيبه ان المجلس والنادي يوفر لهم كل المتطلبات، مجلس اللي إدارة تلقي عليهم المسؤوليه لان العناصر اكتملت عندهم، مجلس اداره بيوفر كل سبل الراحه للاعبين والجهاز الفني، جهاز فني بيفرض سيطرته وامكانياته في الفكر للعيبه، لعيبه بتنفذ وجهه نظر جهاز فني ووجهه نظر بعيده المدى لمجلس اداره. جماهير عايزه حاجه واحده، الاهلي، المكسب، النتيجه. اللي موجود دلوقتي مكسب، بعد كده نتيجه، بعد كده امتلاك زمام الملعب. احنا متعودين كده ان الاهلي بيمتلك كل حاجه، الملعب، اداء، سيطره، نتيجه، كل ده هيتقال في حاجه واحده بس، روح فلنه النادي الاهلي هتغني عن ده كله. ما هيروح فلنه النادي الاهلي هتجيب النصر وهتجيب البطوله وهتجيب النتيجه وهتجيب السكور وهتجيب كل حاجه، روح فلنه النادي الاهلي عمرها ما هتقل. كابوس مش حلم، كابوس صغير لمده ساعات وهيروح لحاجه. كمان حسب كلامك يعني حضرتك قلت في بدايه الحوار ده انك متوقع ان فتره الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني واستيعابهم لطريقه اداء الجهاز بقياده لاسارتي او خططه والتاكتكس الخاصه بيك كمدير فني وتعرف اللاعبين على اسلوبهم مع بعض في الملعب ده مش هياخد وقت كتير، انك متوقع ان نوصل لافضل شكل بسرعه. كان زمان استاذ محمد كابتن شوبير وكابتن علاء وكابتن اسامه عرابي وكبار كابتن رمضان وكابتن ايمن شاوي وكابتن حسام وكابتن ابراهيم بنجتمع في مكان ونقول الخطا اللي حصل في المباراه اللي احنا خسرناها، الماتش اللي بعديه لقينا حاجه تانية. دول خلاص الموضوع ده خلاص بقى، كل اللي جوه النادي الاهلي اولاد النادي الاهلي، كل اللي ارتدى يعني الفانيله الحمراء. يعني يبقى في حوار غير اللي بين طول الوقت مستمر بين الجهاز واللاعبين، بين اللاعبين مع بعض طول الوقت بعد كل مباراه وتقييم الجهاز الفني، شرح واداء، خطط في الملعب وعلى سبوره المحاضرات، لعيبه، تنفيذ وامكانيات وروح. المدرب قال لي اعمل دي وانا ببتكر في الملعب عندي اداء اعلى، انا مش هبص للي هو قاله. هو اما انا هجيب جون مش هيسقف لي؟ اكيد مش، وانا بطور اللعبه مش هيقول لي برافو عليك انت عملت دي رغم ان انا شرحتها لك مش بالاسلوب الفلاني؟ لا لا لا، بس لا. حافظ الاول على التكليفات المطلوبه مني، دي نمره واحد انا بكلف كل واحد بمهام وبعد كده هيحصل طوفان، اكلف بعد كده يحصل طوفان، طوفان بقى نتيجه بقى 1 و2 و3، الناس بتبقى قلقانه 1-0 لغايه الدقيقه 90، احنا خايفين لحسن الاهلي يتعادل لغايه الدقيقه 93 والاهلي خسران 1-0 وفي نص دقيقه بيتعادل. انت اللي عندك كل حاجه، انت اللي عندك الثبات الانفعالي بتاعت لعيبته، انت اللي عندك تعليق اسم المدير الفني، انت اللي عندك اضافه للبطولات اللي موجوده في النادي الاهلي، انت اللي عندك ارتفاع اسمك انت في بورصه النجوم كلعيبه. مستر لاسارتي جاي يعمل اسم كبير زي مستر مالول، زي مستر هولمان، زي مستر هاريس اللي كانوا موجودين، لعيبه اللي جاي النادي الاهلي اللي هي دلوقتي بقت اولاد النادي الاهلي عايزه تعمل لنفسها اسم النادي الاهلي وتاريخ ليها وتاريخ للنادي الاهلي، اضافه تاريخ النادي الاهلي ثم تاريخ شخصي لاسم اللاعب. كل عوامل النجاح متوفره دلوقتي. انا بعتبر النادي الاهلي مجلس الشعب، قرارات من رئيس مجلس نواب، اعضاء متفقين بنرفع ايدينا، معترضين ما حدش فينا بيتكلم. دي لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندها من الامكانيات تفرح ال 100 مليون وعندها من الامكانيات ترضي الجماهير اللي هي رقم واحد، فلنا رقم واحد مش فلنا. طب هل البدايه مبشره في البطوله الافريقيه، ادائنا امام فيتا كلاب هل كان مقنع بالنسبه لك؟ الجمهور قلق، الفوز اتاخر شويه، حتى المعلق في المباراه قال ان المباراه نتيجتها فيها نديه رغم الفارق بين امكانيات وتاريخ الفريقين لان الهدف الاول اتاخر تقريبا للدقيقه قرب الدقيقه 70 يعني. فرايك ايه في المباراه وايه اللي عايز تقوله للجماهير عنها يا كابتن عمرو؟ انت عاشة بس، انت عاشة اللعيبه عايزه، انت عاشة وصلت لها. انت لو خدت بالك من طريقه الجمله من رمضان الاوفرلاب من محمد هاني، بص شكل ناصر ماهر، هدوء مش انفعال، راجل كنت ممكن احط رجلي باقصى قوه، لا انا عارف بحطها عكس اتجاه المدافعين والحارس. خلاص ضربه جزاء، لو حضرتك طبعا اتفرجت على الماتش، علي معلول مش بيفكر يشكل الشكل الجمالي لاحراز الهدف، انجليزي باقصى قوه عشان اهدي بس من جواي. ما انت عايز تطمن اللعيب الاول، عايز تطمن وبعد كده عايز يفرح اللي في المدرج ايا كان مين هما. احنا هنقول اللي في المدرج عددهم 10
في ملايين حول حتى شاشة صناعة ضربة الجزاء نفسها. كريم نادفيد اللي لسه نازل الملعب عارف أهمية الماتش والفوز ونازل بروح عالية جدا هجومية. انت قلت بقى حاجة جميلة قوي كنا بنقولها في أول الكلام، إيه كريم نادفيد ده؟ إيه باكرايت فيرويد تحت الفيرويد هافرايت، هذا لعيب جوكر أي فريق يحتاج لعيب زي ده. هل هو ما كان بيقعد أو طلع عارة الوادي دجلة إحنا مش عارفين إمكانياته؟ ده باك رايت زي ما يكون بقاله 10 12 سنه بيلعب باك رايت وعارف وبياخد الباك في ظهره ازاي ويقفل جوه ويفتح بره، عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. كريم صغير هو وناصر ورمضان 97 ومحمد محمود وجالهم حمدي وياسر واللاعبين اعمارهم مختلفه يعني كمان بس قريبه فتحي الاعمار كلها شباب. ما انت خدت ايه كل نجم في فرقته عشان تجمع نجوميه النادي الاهلي. كل نجم في ناديه بيتجمعوا في نجوميه النادي الاهلي. النادي الاهلي القمر حوالين نجوم كتير. يعني مقتنع كمان ان كريم نادفيد من الاوراق اللي ما كانتش مستغله بشكل كويس الفتره اللي فاتت وبدا يعيد اكتشاف نفسه كلاعب وتقديم نفسه للجمهور اللي بقاله اكتر من مباراه. انا ما استغلتش، ما تمش استغلالي، بس انا اجبرت اللي يشوفني انا بلعب في كل حته، انا باك رايت، انا سيد محمد هاني. هو القعده دي هتعمل ايه؟ العب سرد باك، العب العب هوا ومساك، العب باك رايت، العب وينج، العب في اي مكان. النادي الاهلي يا استاذ محمد العب في اي مكان. طيب المباراه اللي جايه هتكون مختلفه، المنافس طبيعه المباريات مع فرق شمال افريقيا مختلفه، والمباراه على ملعب المنافس مع الظروف اللي احنا بنمر بيها اللي هي لسه في مرحله الوصول لحاله التناغم الكامله بين اللاعبين والجهاز الفني، مطلوب ايه في المباراه دي؟ تعامل مع الدرس زي المعتاد اللي بنقوله كل مدير فني بيدرب ناشئين او درجه اولى، ما كسبتش ما خسرش، ما كسبتش ما خسرش. انا النادي الاهلي المنافس عارف مين اللي رايح يلعب في الجزائر كويس قوي ايا كان مين هو. يا جماعه احنا ليه تملي بنبص للفرق دي وبنقول احنا عارفين؟ لا، هو عارف مين اللي رايح معاه، هو عارف مين النادي الاهلي. مع احترامنا الشديد لفرقه الثوره الجزائريه، هو عامل حساب للنادي الاهلي بس خلاص. انا النادي الاهلي، انا بعبع افريقيا، انا بسميها كده، اقولها باي شكل، بقولها بلدي مش بزوقها، انا بعبع افريقيا. امكانيات لعيبتي بتقول لي كده، امكانيات رؤيتي شفتها كده، اللعيبه اللي موجوده تقدر تعمل كل حاجه، ولا تونس ولا جزائر ولا اي فرقه افريقيا، ده النادي الاهلي يا جماعه. يعني هم اللي يشوفونا. هنا بتطلب من الجهاز الفني واللاعبين يبقوا الرساله دي واصله للكل، ان اللاعبين يادوا بثقه في المباراه دي. انا على ملعب المنافس بس هو عامل حسابات اكتر لانه المنافس النادي الاهلي في المباراه دي. انا عندي خط احمر ممنوع التغطيه، ممنوع التعديه فيه، انا سد منيع، انا السد العالي، هتقرب مني هتضر، هترجع لورا انا الكسبان، اليد العليا ليا. انا كنت بقول لحضرتك مكسب، المكسب جه ثقه في الاداء في النتيجه في هدوء اعصاب الجماهير، ان لسه في خوف بس اقل من قبل المباراه، اقل قبل المباراه. كسبنا، ابتدينا نزرع الحب تاني والروح تاني تظهر. هي حلم لمده ساعات هيعدي وهيرجع النادي الاهلي اللي انت متعود، انا وحضرتك وكل الجماهير اللي بتعشق تراب النادي الاهلي هتشوف الكلام ده. الكلام ده سهل مش صعب، بس هو لعيبه. كان بيوصل لك الحديث الفتره اللي فاتت كابتن عمرو طول الوقت وتساؤلات الناس عن استمرار او عدم استمرار اجاي مع النادي الاهلي، كان في شائعات كتيره جدا في الوسط الرياضي وبتحسم بقيد اجاي في القائمه الافريقيه، وهيكون موجود ضمن اللاعبين الموجودين للمباراه اللي جايه، وفي قائمه المباراه هو وحمدي فتحي. رايك في عوده اجاي واهميه لعيب بالمواصفات دي بعد غيابه لفتره طويله؟ غيابه لفتره طويله كان بيتعالج الروح اللي عنده وحبه وانتمائه للنادي الاهلي كمحترف سهلت وقربت كتير قوي من العلاج ليه. امكانياته اللي احنا كلنا عارفينها فنيا بقى، ان هو راجل فنيا اعلى من المعدل العادي، ان احنا فقدنا 3 4 لعيبه يوقعوا بلد مش فرقه، احمد فتحي لاصابته، مروان لتكرار اصابته، صلاح محسن لتكرار اصابته، وليد ازارو لتكرار اصابته، اجايي لتكرار اصابته، اصابات مكرره. انت كنت بتشيل وليد، كل اللعيبه النادي الاهلي بيفرحوا ال 100 مليون. انت مش انت الماتش اللي فات حصلت اصابه مروان، انت مش عارف مين اللي هيلعب فيرويد،
مش عارف هتحط مين فيرويد. المباراه دي احنا لسه صلاح محسن بيجهز بس مش موجود للمباراه دي ومروان مصاب وازارو مصاب، الثلاث فرق وده بس عندنا من العناصر الشابه، يعني في لعيب بيأدي المهمه دي لانه بيقوم بالدور ده، محمد شريف موجود في القائمه اللي موجوده للمباراه. احنا لسه بنقول ايه؟ النادي الاهلي عنده حلول وحلول كتيره، بس الناس مستعجله، الناس مستعجله. احنا بنقول يا جماعه الصبر، الصبر مش تسكين ولا دواء بهدي بيه اجواء الاجواء اللي حواليه اعلاميا، لا لا لا، انا بقول لك بقى اهدى بس وانت هتشوف اللي انت بتتمناه، عشان انت عمرك ما شفت غير بنضاره النادي الاهلي المكسب وبس. مش بتتكلم بس عن بطوله افريقيا يا كابتن عمرو، حضرتك بتتكلم عن الدوري كمان، بتتكلم عن كل حاجه. ما هو اللي هيهدي الناس ايه؟ انا بكسب بره وجوه، بكسب بره في افريقيا وبكسب في الدوري العام. انا ماليش دعوه اللي فوق الاسماء اللي فوق يمين، انا ماليش دعوه العدد قد ايه في الماتشات، انا امشي قطر وماليش دعوه بحد. عمر القطر اللي ماشي طبيعي هيتعثر لفترات، وده حصل من النادي الاهلي، ولا الانديه الكبيره هتمشي على طول كويس وهتكمل للنهايه. طول عمرنا بنشوف كل الانديه بتوصل لوقت معين بيحصل دروبات مع اي فريق لازم. فترات من الدوري بس احنا صحيح. متعودين بقى لنا سنين النادي الاهلي ما بيحصلوش دروبات، حصل وبيعيد. الجمل ما بيقعش، الجمل ما بيقعش، الجمل بيقعد وبيقف تاني. هو دلوقتي بيقوم نفسه بنفسه النادي الاهلي بايه؟ بالنتائج، بمؤازره الجماهير، بمؤازره مجلس اداره، بمؤازره لعيبه، بمؤازره جهاز فني، بمؤازره مصابين، بمؤازره اعلاميين، بمؤازره ضيوف الاعلاميين اللي موجودين اللي بيحبوا النادي الاهلي. طيب وعشان كده طبعا الفوز زي ما قال كابتن عمرو الحديدي، الفوز باي مباراه في البطوله الافريقيه في التوقيت ده بيبقى امر فاصل ودفعه كبيره للفريق، وكمان بتبقى لها اصداء كويسه جدا عند الجمهور. ان شاء الله يكون ده كمان القادم في المباراه القادمه مع شبيبه الثوره يوم الجمعه، مساء الجمعه القادمه في الجزائر. خلونا نشوف هذا التقرير، توقعات الجماهير واراء الجماهير قبل مباراه الاهلي وشباب الثوره الجزائري. هو توقعات النتيجة وإن شاء الله الأهلي هيكسب، يعني ما ينفعش نقول غير كده، وإن شاء الله الأهلي هيكسب يعني، وهنكون شادين حيلنا إن شاء الله وهنكسبه. أنا شايف لو الأهلي ركز في المباراة ومدرب يعني واللعيبة كده إن شاء الله هيكسبه. مباراة صعبة جدا بس أنا متوقع فوز الأهلي بإذن الله. الأهلي يعتبر أول مرة اللي هو يكسب أول ماتش في أفريقيا بقاله مرتين، فإن شاء الله بإذن الله خير بإذن الله، وأنا متفائل جدا إن شاء الله. هي المباراة صعبة، المباراة صعبة في ظل ظروف الموضوع اللي الأهلي فيه، احنا ما عندناش فيرويد دلوقتي ماشي، هتبقى صعبة عشان ده ديربي عربي ملهوش دعوة، بس إن شاء الله بإذن الله الأهلي لو ما كسبش مش هيخسر، يعني لو ما كسبش مش هيخسر، أقل حاجة نجيب نقطة من هناك عشان إن شاء الله بإذن الله نبقى أول المجموعة والنهائي يبقى هنا. احنا عايزين كل النهائيات بتبقى بره، كل النهايات بتبقى بره، لما ناخد المركز الاول ان شاء الله باذن الله يبعدنا عن الحاجات الوحشه ونبقى القوات. صعبه جدا مش سهله، مفيش ماتش سهل، خلاص اصبح الفرق الصغيره زي الفرق الكبيره، اللي بيكسب بيكسب، اللي بيأدي بيكسب، وبعدين انت بتقول هو خسران، خسران 3-0، فعشان يرجع فين غير على ارضه؟ فربنا يكرم باذن الله، اللعيبه تبقى فايقه، و يعني نرجع لو رجعنا بالمكسب الحمد لله، المهم ما نرجعش بخساره، يعني نرجع على الاقل بونت يعني، انما ان شاء الله نرجع بالثلاثة بونت باذن الله. كابتن عمرو الحديدي، رايك في التقرير ومحتوى التقرير واراء الجماهير ما بين التطلعات والثقه بلا حدود في امكانات النادي الاهلي، المشجع المشاهد اللي بيقول ان شاء الله النهائي والبطوله تبقى على ملعبنا ونبقى احنا دايما، يعني ده السقف المرتفع دايما لطموحات جمهور النادي الاهلي، واراء كمان الناس اللي عندها تحفظ اللي بتقول ما فيش مباراه سهله والمباراه صعبه جدا. هنتكلم بثلاث صيغات مختلفه. ما فيش مباراه سهله عشان هو مش متعود غير المكسب، فما جرب الخساره ابتدى يكش في حذر بقى. ادي الاولى. الثانيه الاخ او الاستاذ اللي بيقول لك نتمنى نبقى اول عشان نلعب النهائي في القاهره، بص رياكشن تعابير ملامحه. النقطه الاهم ما كسبتش ما خسرش اللي انا قلته لحضرتك. رابع حاجه وهي المهمه، هو بيقول لك نكسب
هو عايز درجة النجاح المكسب، بعد كده استمرية المكسب. كان كابتن جوهر رايح يقول لك ايه، صعب قوي الوصول للقمة، لا سهل قوي الوصول للقمة، صعب قوي الاستمرارية عليها. صحيح، يعني انا وصلت استمر، يعني صعب قوي استمر في نجاح، لا النادي الاهلي طول عمره عود الجماهير على ده. طب حالة التفاؤل الجميلة اللي موجودة في تصريحاتك كابتن عمرو في اراء الجمهور اللي تابعناها في التقرير سريعا قبل ما ننتقل لعودة الجماهير واستضافة مصر وتنظيمها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصوراتك لشكل البطولة دي وفرص منتخب مصر فيها إن شاء الله، سؤال أخير عن مباراة الأهلي وشباب الثورة الجزائري، إيه السلبيات بعد ما قلنا اتكلمنا كتير جدا عن نقاط القوة وهي كثيرة وبلا حدود في فريقنا، إيه السلبيات اللي لاحظتها في المباراة اللي فاتت وتتمنى أننا نتفاداها في المباراة اللي جاية؟ الحذر، الحذر، الكلام ده للجزء الخلفي اللي أنا واحد منه، المدافعين الاهتمام والتركيز 100%. أنا عندي مجموعة مراحل، حارس المرمى في أدائه بيدي ثقة لمدافعينه، أداء مدافعينه لعجم لعدم وجود أهداف في مرماه بيدي ثقة لمهاجمينه ونص ملعبه، الالتزام، الالتزام، أنا ما كسبتش ما خسرش، تاني ما كسبتش ما خسرش، اللي هو التركيز التسعين دقيقة بشكل كويس، هو التركيز أقصى طموحه ان انا بركز اثناء الجمله او الهجمه، لا تركيز التسعين دقيقه، لو وصلوا 120 دقيقه زي ما يوصلوا، انا تركيزي وروحي لعدم خساره النادي الاهلي، المكسب باذن الله هيجي، التعادل هو مكسب الحين العوده في المباراه المشهد الثاني في مصر ان شاء الله، ان شاء الله نكون موفقين ونأدي بشكل جيد وتبان كمان كل الامور الايجابيه ومردود الصفقات الجديده وكل الجهد المبذول في الفتره دي، وده يبدا انعكاسه كمان من المباراه الجايه مش بس على النتائج، تكون النتائج ايجابيه وكمان على اداء الفريق وشكل الاداء يكون مرضي الى للجماهير الى ابعد مدى ان شاء الله. كابتن عمرو، استضافه مصر لنهائيات كاس الامم الافريقيه، شايف اهميه الحدث ده ازاي رغم الظروف اللي بنمر بيها في الفتره اللي فاتت امنيا وجماهيريا والامور التنظيميه اللي لسه فيها بعض المشكلات في استقبال الجماهير وامتلاء الاستادات في الدوري العام، شايف ازاي عوده الجماهير واداره الامور الخاصه بالبطوله ان شاء الله؟ هي انتعاش البلد في كل شيء سياحيا ورياضيا وسياسيا كل حاجه، بننقل صورة الاطمئنان ان اي دولة تتواجد في مصر، احنا بننظم بطولة امم، ايه الغريب اللي احنا فيه؟ مفيش حاجة غريبة. 24 فريق كمان المرة دي مش 16. 24، يعني انت بتتكلم في 24 دولة، 24 دولة والمنظمين من دول تانية، يعني اللي موجودين حواليها الاعلاميين من دول مختلفة، هنوصل لرقم كبير. طيب احنا بنقول امنيا احنا واصلين كل الثقة في امكانيات الحكومة المصرية، مش هنقعد نتكلم وندي للمواضيع اكبر من حجمها، لا الناس الامنين على المصريين عندهم كفاءه وقدره يعلنوا ان مصر امنه بكل شيء، كل وزارة مصر تلتف في اللحظه دي، انا معايا الملفات السياسيه ومعايا اعلى ملف الاطمئنان دخول مصر، ملف رياضي ناجح بكل المقاييس ماديا رياضيا سياسيا كل شيء، كل حاجه كويسه تقال حاجه زي دي بتبدا من محمد صلاح لظهوره سفير مصر في كل دول العالم، اعتقد ان كلمه سفير دي بقت ضعيفه على محمد، بقى لامع واسم كبير، بقى رمز للنجاح المصري بالظبط على المستوى دلوقتي الدولة. خلاص الانديه الاوروبيه دلوقتي تقول لك احنا هنيجي مصر ناخد زي محمد صلاح تاني، نكمل بقى، الراجل اعرض ملف قروي مش ملف دراسي اخد استضافه ولا لا، عرض الملف رياضيا، مصر فيها محمد صلاح وفيها 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 من الاسماء الكبيره، كل واحد في ايديه ولو بجمله بكلمه بنقطه لنجاح البطوله دي ما استخسرش في مصر ده، وتوقيتها ان شاء الله نجاح البطوله في الظروف دي وفي التوقيت ده يعمل فارق كبير جدا في كل حاجه باذن الله، كل واحد ليه حاجة معينة في مصر يحط مصر قدام عينيه وينجحها بالخطوة اللي هو فيها، الدكتور، المهندس، الضابط، الطيار، التلميذ، احنا بنعمل كل حاجة، نقدر نعمل كل حاجة،
نقدر يعني اللي يطلبونا نبقى مجاهدين في سبيل نجاح زي دي احنا موافقين. وانا اقوله انا موافق اي حاجه انجح يعني انقل الصوره. طالب الجميع بان كل واحد يلعب دوره يقوم دوره عشان البطوله دي تنجح حواليا وتنظيميا واداريا وجماهيريا واعلاميا. نلتف حوالين مصر، مش رئيس الجمهوريه يبقى بيحارب في كل الجبهات هو والناس اللي تم اختيارهم ورئيس الوزراء واحنا لسه نايمين. ما ننجح احنا كمان، راجل عمل مليون انجاز شفنا اللي محدش شافه، مش رياء وكلام زي ما الناس هتقول بعد ما الحلقه تخلص ان ده كلام وكلام محفوظ وكلام بيتقال. لا 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 لا، تعال اقعد مكاني وحس باللي انت بتشوفه، حس بالامان اللي انت شايفه في بيتك واسرتك واولادك، حس بنجاح حاجه هتنعش من حياتك اقتصاديا وفنيا وسياسيا، حس ان ده نجاح ليك انت قبل على كل حاجه في البلد، على ليك السياحه انت. وعلى الاعلام وعلى كل على ليك كل شيء انت. ليك انت لو هتقولها بصفه واحده بس، اطمئنان امنيا، بطمئن امنيا، ما ده الاساس بادئ عليك انت قبل ما بيطلع الضيف اللي جاي. هو الاستقرار الامني ده في اي بلد في العالم اساس لاي نجاح استثماري او اقتصادي، ده الاساس. لو مش موجود الاستثمارات بتهرب من اي مجتمع. فاحنا ان شاء الله تكون دي انطلاقه لعوده الجماهير. بس في سؤال يا كابتن عمرو برضه اللي بيسمع حضرتك دلوقتي بيقول، هل نتوقع انه الامور تمشي بشكل مستمر في الابقاء على الجماهير وان الجماهير والمدرجات مليانه ان شاء الله على مستوى بطولاتنا والدوري المصري بعد انتهاء البطوله ان شاء الله البطوله تخرج بشكل رائع؟ طب ايه الفرق؟ الفرق هلتزم لمده 3 شهور وبعد كده اسيب الحبل تاني؟ لا، هبدا زي ما انا وهنجحها بدايتها من الدور الثاني بطوله الامم، عوده الجماهير لمن النهايه. ليه؟ ما هو الكلام والشائعات والهمس اللي في الاذن ده هو اللي بيتعب الناس وبيتعب اعصابهم. النادي الاهلي، انا اقول النادي الاهلي، تملي هقول كلمه النادي الاهلي، فرحه اللعيبه المصريه تنجح اي حاجه، تلغي اي حاجه، تلغي اي ارهاب، تلغي اي فكر. يا جماعه احنا مصر زي ما في 100 مليون بني ادم، في حبه حاجات وحشه صغيره كده، حبه حاجات وحشه صغيره هنستبعدها. ان الطيب هو هنستبعدها الطيب يبقى شرس لنجاح بلده، الطيب يبقى شرس عشان نجاح بلده، والشرس يهدى عشان نجاح بلده. ما هي الشراسه بتاعته تبقى للصالح مش للضد. والطيب اللي سايبها خالص لا، لازم يهتم ويفهم، يبقى ايجابي ويبقى له ان النجاح ده ليك انت اولا. هم هيجوا ضيوف ويمشوا. نشوف كمان اراء الجماهير ونسمع تعليقك عليها يا كابتن عمرو، نشوف نتفق معاهم برضه توقعاتها او امنياتها ورؤيتها لاهميه نجاح هذه البطوله واستضافه مصر وتنظيمها لنهائيات كاس الامم الافريقيه. الجمهور يجي البطوله زي 2006 2008 و2010 ثلاث سنين متتاليه، لا الجمهور هيجي ويدعم مصر. الجمهور المصري بيحب الكوره وهيجي على ساعد مصر في ان ترفع من شانها في المحافل الدوليه. والله حضرتك التنظيم لو اكيد بشكل كويس ده هيساعد ان الجمهور يرجع وهيبقى في نديه اقوى للبطوله، فبالتالي لو تنظيمنا محترم وكويس اكيد الجمهور هيرجع بشكل اجمل، ولو الجمهور ظهر بشكل حضاري مثالي اكيد هنرجع احسن من الاول باذن الله، وان شاء الله اللي جاي اقوى مع منتخب مصر باذن الله. اولا هو تنشيط للدوله وتنشيط للاجهزه الرياضيه عامه، وتواجد الجمهور في المدرجات هيحيي الامل تاني ان الجمهور يعود للمدرجات من تاني، واحنا قادرين على ذلك في الاول وفي الاخر، وكمان قادرين ان احنا نلعب الدوري بجمهور ان كان الاهلي او الزمالك او اي انديه جماهيريه ليها الحق ان هي تبقى متواجده في المدرجات لكي التشجيع، ولا اكثر ولا اقل، ولا هتافات سياسيه ولا معاديه ولا اي حاجه من الحاجات دي. احنا في الاول وفي الاخر هدفها الكوره ولا اكثر ولا اقل. الدوله والناس المتخصصين في الرياضه حاولوا يساعدوا ان احنا نرتقي كمان في السياحه، ودي تشجعنا، بس لينا دور احنا كمان ان احنا نرجع ونلتزم بالقواعد وبالقوانين، لان في الاخر ده الاستاد استادنا والبلد بلدنا، فاي حاجه هتضرنا هتضرنا كلنا، مش هتضر مجال الرياضه بس، هتضر قطاعات كتير، واي حاجه هترجع علينا برضه بفايده هتفيدنا كلنا ان شاء الله. الجمهور بعد مصر لما تنظم القصه دي والجمهور يكون متواجد حتى لو بداية قليلة وبدأ ان احنا نظهر بصورة حضارية، الموضوع ده هيفرق كتير جدا جدا، ان الجمهور هيبدأ يقبل اقبال كبير جدا جدا جدا.
بس اهم حاجه الجمهور وان هو يكون ليه صوره مشرفه، ده هيرجع الجمهور لقاعده جماهيريه اكبر بكتير، واحنا واثقين في ده. واحنا بنتابع التقرير انا والكابتن عمرو كنا بنضحك من المفارقات، لانه الحقيقه كابتن عمرو ما شافش التقارير دي قبل ما تتعرض وهو معانا على الهواء دلوقتي، وما شافهاش قبل ما يطلع معانا في الحلقه النهارده، والتطابق او التقارب في وجهات النظر بينه وبين الجماهير سواء في الحديث عن منتخب مصر او الحدث المهم ان شاء الله استضافه كاس الامم ونجاحها باذن الله نهائيات كاس الامم الافريقيه، او عن التصور الخاص بالنادي الاهلي ومشواره في البطوله وفرص فوزه. التطابق ده جاي من حب الناس لبلدها، سواء بنتكلم عن كابتن عمرو او المشاهدين اللي شاركوا معانا في التقارير، الجماهير اللي تم تسجيل هذه اللقاءات معاهم، حبهم لبلدهم، حبهم ورغبتهم في نجاح اي حدث مهم بيخدم البلد اعلاميا ودعائيا وسياحيا واقتصاديا ورياضيا زي نهائيات كاس الامم الافريقيه القادمه ب 24 منتخب مشارك في البطوله ان شاء الله، وايضا حبهم واجماعهم على قدرات النادي الاهلي وثقتهم في النادي الاهلي بلا حدود، حتى لو كان مر فتره من الفترات بكبوه على مستوى النتائج سواء على المستوى المحلي او الدولي. اتفضل يا كابتن عمرو، تعليقك على اراء الناس وطموحاتها بالنسبه للبطوله الافريقيه. أهم تعليق البلد بلدنا، صحيح البلد بلدنا، الحاجة الحلوة لينا والحاجة الوحشة والمشاهد اللي قال الاستاد ده بتاعنا في الآخر، نحافظ على الحاجة والتزامنا ده ما يبقاش خلال فترة البطولة بس، يبقى بعدها في الدوري كمان التزام. انت شايف الوحش استبعده، انت الأول، مش الجيش ولا الشرطة، في حاجات مطلوبة دور الجمهور نفسه طبعا يساعد على نجاح انت دلوقتي الاستاد استادنا والبلد بلدنا والانتعاش الاقتصادي انتعاشنا لينا احنا كلنا مش للرياضيين بس، وفي الاول وفي الاخر هي رياضه. شوف كل واحد قال جمله، الالتزام بالقواعد، البلد بلدنا، والاستاد استادنا، والانتعاش الاقتصادي. وفي مشاهد قال كمان او مشجع قال يا جماعه احنا هدفنا من الحضور للمباراه دي الاستمتاع بكره القدم، هدفنا الكوره. ارجو انه كلامه بيقول خلوا الهتافات والامور السياسيه واي امور ثانيه بعيده عن الكوره، بعيده عن الاستاد، احنا رايحين نشجع ونستمتع بمنتخبنا ومبارياته ونستمتع بكل اللي ادلب برايهم. قال لك بس هنوصل ولو بعدد بسيط واحنا متاكدين ان احنا رايحين. بص هو بيعمل ازاي، مقتنع باللي بيقوله وهو متاكد ان الناس نفسها، الناس وحشاها الكوره، ما انا قاعد قصاد الشاشه بس، لا نفسي ابقى موجود ونفسي ادهن نفسي احمر واخضر زي ما هم الناس بتعمل، مش انا عمرو عامه، انا عايز انجح بلدي باي شكل باي صوره. إن شاء الله نكون موفقين في البطولة دي على المستوى التنظيمي وتأمين البطولة والنجاح الخاص بشكل هذا الحدث المصري الأفريقي الدولي، وانعكاس هذه الصورة على صورة مصر في العالم كله بإذن الله، تبقى كل عوامل وعناصر النجاح مكتملة وتخرج بأفضل شكل ممكن من خلال نجاح غير مسبوق بإذن الله لهذه البطولة القادمة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر إن شاء الله خلال هذا العام. ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر يا كابتن عمرو، اسعدتنا بوجودك معانا، وهيبقى في حلقه تانية لما نقرب شويه من وقت البطوله، زملائنا في الاعداد اكيد هيستعينوا بخبراتك كمان معانا وتقول لنا رايك في شكل المنتخب بعد ما تبدا مبارياته وفتره اعداده والمقارنه الفنيه بين المنتخبات المشاركه في البطوله، وان شاء الله يفوز بها منتخبنا الوطني ان شاء الله. شكرا استاذ محمد، ربنا يكرمك. سعداء بوجودك معانا كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي منتخب مصر سابقا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد. شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار وهذه الفقره من فقرات الاهلي الليله، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل حديث اخر، ولكن لزميلي العزيز امير هشام مع الدكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي سابقا. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الفقرة الثانية من حلقة الأهلي الليلة النهاردة هتكون من خلالي، وهنستضيف فيها طبعا الدكتور وليد عبد الباقي طبيب فريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي السابق، والحديث هو حديث الساعة في الحقيقة عن الإصابات وإصابات الملاعب خلال هذه الفترة، واللي يمكن كلها بتنحصر بنسبة أكبر في صفوف النادي الأهلي للأسف. إن شاء الله فترة يتدركها الفريق والنادي بشكل عام والإدارة، أكيد فترة صعبة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي من حيث الإصابات. هنستفيد في هذا الحديث طبعا مع دكتور وليد عبد الباقي الطبيب الأسبق للنادي الأهلي. يا دكتور بنرحب بيك ومنورنا ومشرفنا. الله يكرمك، أهلا كل تمام بكل مشاهدي القناه، يعني ربنا يا رب يعني يجعلنا موفقين كده نقدر نشرح لهم الدنيا يعني. ان شاء الله باذن الله منورنا وشرفنا اكيد. خلينا نروح في البدايه نشوف تقرير صوتي عن اصابات الملاعب بشكل عام
واصابات الرباط الصليبي بشكل خاص. نروح التقرير ونرجع مره ثانيه. مفصل عن اصابات الملاعب بشكل عام وبالتحديد اصابات الرباط الصليبي واللي يمكن تعتبر اصعب الاصابات في الملاعب المصريه الرياضات المصريه بشكل عام مش كره القدم بس. وللاسف محمد محمود ده لاعب النادي الاهلي والوافد الجديد ده من وادي دجله بعد دقائق من مشاركته لعب المباراه الاولانيه امام بيراميدز في الشوط الثاني وابتدى في مباراه سموحه للاسف مع بدايه الشوط الثاني في المباراه تعرض لهذه الاصابه الخطيره وفي الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي تعرض كمان لصدمه مع هذه الاصابه. بالتالي ان شاء الله نتمنى له الشفاء ولكل اللاعبين اللي عندهم اصابات بشكل عام كل التوفيق والشفاء سريعا ان شاء الله عشان يرجعوا للملاعب باسرع وقت. طبعا دكتور وليد عبد الباقي يعني رايك في التقرير وهل لك اي تعليق طبعا على التقرير اللي كان معانا من شويه؟ هو طبعا التقرير جاي بشكل مفصل عن الاصابه بس هو طبعا الموضوع يمكن له يعني ايه عمق شويه يعني ليه الرباط الصليبي بدا يظهر بشكل ما احنا طول عمرنا او يمكن كمان الاجيال اللي قبلينا ما كانت بتلعب كوره وملاعب لكن بدات الدنيا تبقى يعني بشكل كثيف فعلا وبدات يعني يبقى في رصد لحالات كثيره من الرباط الصليبي في الفتره الاخيره ديت ومش بس عندنا وفي كل البلدان يعني مش بس بالنسبه لمصر يعني القضيه انا اظن ان لها علاقه شويه ب يعني ايه ارتباط اللاعب بالجيم او بالاعداد البدني او يعني مع تطور التكنولوجيا في عفوا مع تطور الجيمات يعني والاجهزه وارتباط اللعيبه ومش بس اللعيبه والشباب بصفه عامه بان هم يروحوا الجيم بدا يبقى فيه استخدام غير علمي شويه للاجهزه بانه يبني كتل عضليه ويسيب كتل عضليه ثانيه يعني يركز على الاماميه ويسيب الخلفيه. هو ربنا خلق الجسم عباره عن كتل عضليه متقابله تمام يعني من المفترض ان المساله لما تبقى ماشيه بشكل علمي يبقى توزيع الشغل في الجيمات او في تقويات العضلات يبقى توزيع بالانسد زي ما ربنا خلقه متزن. يعني في كتله عضليه وكتله عضليه مقابله اللي بيحصل ان في ناس بتروح تشتغل في الجيم وبتشتغل طبعا مع يعني بدون برنامج ويبتدي بقى يركز على كتله عضليه ويسيب الكتله الثانيه يشتغل على الاماميه ويسيب الخلفيه يسيب السمانه دي ناس تتمرن على الابر بادي على بس مش تمام بس هو القضيه في النهايه مش او بيتمرنش خالص على رجليهم وده ممكن بيؤدي برضو اصابات لو بيلعبوا كوره ولا حاجه ومربي عضلات في جسمه من فوق ما انت الناحيه او الجزء اللي تحت كله ضعيف بالظبط. فهو احنا بالتالي لما نيجي يعني ننظر لها بنظره ان احنا كتقدم بقى موجود وجيمات موجوده في كل مكان وارتباط الشباب بالجيمات بس البرنامج بقى اللي بيشتغلوا بيه هو بيشتغلوا كثيرا من الشباب بيشتغل مع نفسه علشان كده برضو الواحد لازم ينظر لها بنظرة علمية شوية لما هتبتدي بقى نتكلم على إصابات بتكتر يبقى لازم نبتدي يعني نراجع نفسنا في المسببات للإصابات. إيه بقى من وجهة نظرك احنا خلينا نتكلم بصفة يعني عدد الإصابات بشكل رهيب. خلينا نبتدي بالنادي الأهلي بصراحة لأن الناس كلها أو كل الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي عايز يعرف أسباب الإصابات المتكررة والعديدة في صفوف النادي الأهلي وللأسف بقى لها فترة ما بتخلصش. ممكن يكون في أسباب كتيرة لكن من وجهة نظرك كحضرتك طبعا طبيب سابق لفريق النادي الأهلي من وجهة نظرك ايه سبب تكرار الإصابات والكم الهائل ده المتواجد في صفوف النادي ده؟ احنا هنخرج بره دايرة الرباط الصليبي بس وخلينا نتكلم على الإصابات بصفة عامة. احنا عشان نقول ان احنا عايزين نقيم ليه الاصابات كتيره لازم نبتدي نحط لنفسنا تصور عن مسببات الاصابات تمام. هو اساسا في حاجه بتحصل يعني مسببات بتحصل قبل ما تحصل الاصابه وبعدين الاصابه وبعدين ما بعد الاصابه خلينا نتكلم فيما قبل الاصابه اللي قبل الاصابه الفتره ديت احنا برضو من الحاجات اللي عايزين يعني نتكلم فيها ان احنا كجهاز كوره وكفريق دي لعبه جماعيه يعني كل فرد فيها بيأثر في الفرد التاني يعني كل واحد لازم يبقى عارف دوره وبيساعد غيره على انه هو يقوم بدوره فأي حد هيأثر في دوره هيأثر على الباقيين تماما يعني اللاعب لو ما بيقومش بدوره هيأثر على كل الجهاز مع بقية زمايله والجهاز برضو كل فرد فيه لو ما قامش بدوره هيأثر على الباقيين وهكذا فهي لعبة جماعية كله بيخدم على بعضه إذا حصل تقصير هيأثر على الكل نرجع تاني لجزئية ما قبل الإصابة لما نراجع مسببات الإصابات نبتدي من أول لحظة الإعداد فترة الإعداد قبل بداية الموسم أو لو حد جاي جديد بالزبط. لازم برضو أي حد جاي جديد هعتبره أن أنا لسه بقيمه بدنيا أو أنا هبتدي الموسم للفريق يبقى لازم أبتدي الموسم بفترة إعداد جيدة لازم تاخد فترة كافية لازم تبتدي على منهج متكامل علمي صح و
يفضل انها يبقى فيها بعض القياسات. واحنا يعني يمكن كان حصل كلام كتير ايام يعني من فتره، واظن لحد دلوقتي الجهاز اللي موجود دكتور خالد وجهاز المعاون بيتكلموا على وجود وحده قياسات. وانا من زمان كان نفسي الحقيقه ان احنا كنادي اهلي نادي كبير طبعا، ولازم يبقى عندنا يعني الامكانيات ديت اللي هو ان انا احط اللاعب في وحده اللي هي اسمها ايزوكاينيتيك ستادي. ديت عباره عن جهاز بيقيس الكتل العضليه، بيقيس القوه العضليه، توزيع القوه العضليه. فدي تقدر تحدد لي يعني بيحدد النواقص في العضل بالظبط في كل لاعب من حيث العضلات بالظبط. يعني هيقول ان بالظبط هيقول ان القوه العضليه هنا بالنسبه للقوه العضليه هنا بالنسبه للقوه العضليه كعضلات. اقدر احط بقى صوره زي خريطه كده لكل لاعب انت عندك المشاكل فين وابتدي ابني عليها. في جهاز تاني اللي هو جهاز الاتزان، وده مهم جدا 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 عشان قصة إصابات الصليبي. لأن المشكلة الرئيسية في إصابة الصليبي هي قصة اتزان، عدم توافق عصبي عضلي، ومشكلة ما بين الكتل العضلية المختلفة اللي هو احنا كنا بنتكلم عليها من شوية ان بيروح اللاعب يركز او يزود. خلينا نركز في البداية عن الإصابات العضلية، بعد كده هنتكلم باستفاضة عن هما مرتبطين ببعض. تمام، احنا قلنا الاول فتره الاعداد لازم تبقى فتره جيده جدا، ولو لاعب جاي جديد لازم يخضع لنفس القصه بتاعه الايفالويشن بتاع التقييم اللي هو التقييم البدني، وان هو فعلا اعداده جيد وان اعداده ده خلاص جاهز على ان هو يشارك ولا لا. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، لابد ان يبقى في توازن، وده يعني كلمه التوازن دي اظنها هي حجر الاساس في قصه الاصابات، ما بين الحمل البدني وما بين اللياقه يعني الحمل التدريبي عفوا، وما بين اللياقه البدنيه وما بين فترات الاستشفاء. لما بيبقى في ضغط جامد على اللاعبين من المدرب، ممكن يبقى مثلا في تنشن زايد، ماتش مهم يبتدي يبقى ضغط اكتر. لا، المدرب الـ يعني اللي معلش يعني بيبقى مفيد هو المدرب اللي عنده نوع من ضبط اللي بيقولوا الانضباط الانفعالي، اللي هو يعني ما بيتاثرش قوي بالتنشن، هو عارف ماشي ازاي وهي ايه الحمل بتاعه، مش هيعلى بيه اكتر من المفروض يعلى بيه، وهينزل امتى بالحمل بتاعه. فانا الحمل التدريبي، انا طبعا بتكلم بصفه عامه، انا ما بقصدش مكان معين يعني، لكن هو الحمل التدريبي الى اللياقه البدنيه اللي هتتعمل في الجيم او هتتعمل كمرونه في الملعب او وفترات الاستشفاء. التوازن ما بين الثلاثه دول مهم جدا جدا عشان ما تحصلش الاصابه. من ناحيه ثانيه برضو توازن ما بين ثلاث حاجات، ما بين القوه العضليه، يعني انا هشتغل هي العضل له قوتين، قوه اطاله وقوه انقباض طبعا. فما بين القوه العضليه وما بين الاطاله اللي هي الاطالات العضليه وما بين التوافق العضلي العصبي. التوازن ده برضو مهم جدا جدا جدا، يعني ما اشتغلش اطالات كتير جدا لدرجه ان انا اتعب العضله من ناحيه الاطاله، وما اشتغلش قوه 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 واضيع نفسي من ناحيه الاطالات، وما ضيعش جزئيه الاتزان والتوافق العصبي والارتكازات اللي هي بيبقى فيها نوع من التوافق اللي هو ممكن يخلي اللاعب في لحظه ما في موقف ما يقدر بحركه معينه يتفادى الاصابه. التوازن ده امر مهم جدا جدا جدا. لما يحصل بقى ان احنا مثلا نلاحظ احنا لسه كل ده ما قبل الاصابه. وعلى فكره الطبيب هنا يعني الفتره اللي هي ما قبل الاصابه له دور برضو في يعني في قصه الاعداد، في قصه المتابعه. في قصه المتابعه ديت فيها جزئيتين برضو، جزئيه الوزن والتغذيه. اللاعب لما بيزيد وزنه بيبقى فرصه الاصابه اعلى، ولو جت اصابه بتبقى بدل ما تبقى درجه قليله بتبقى درجه كبيرة. اكتر برضو التغذيه وفترات الراحه ومتابعته في هذا الامر ده امر مهم جدا جدا. لما بيحصل ان الطبيب يلاحظ ان مثلا في اصابه بتتكرر في اكتر من لاعب في نفس العضله، لازم يرجع للمدرب يقول له انا ملاحظ ان في اصابه في نفس العضله في اكتر من لاعب، لان ده معناه ان في تمرينه بتتعمل، التمرينه ديت زادت قوي لدرجه يعني مثلا ممكن مدرب يشتغل اوفرات 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 وبعدين ضغط قوي 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 فجاه كل اللاعبين بعضله ضمه او 3 4 5 لاعبين بعضله ضمه. في اللحظه دي لازم الطبيب يروح للمدرب يقول له انا ملاحظ ان في كذا، يبتدي المدرب يعيد تاني، وهو ده التوافق بقى اللي ما بين الجهاز وبعضه. وطبعا كلنا يعني لازم المدرب يستوعب التعليق بتاع الطبيب، ولازم الطبيب يستوعب الايه الدور بتاعه في اللحظه ديت. الجزئيه اللي بعد كده جزئيه الحاله النفسيه للاعبين. برضو يعني اللاعب مهما كان
في ارض الملعب مش زينا واحنا بنتفرج على التلفزيون. اللاعب تحت ضغط شديد، اللاعب المدرب بيضغط عليه، الجماهير بتضغط عليه، هو نفسه بيضغط على نفسه من التنشن اللي هو موجود فيه. لازم الحاله النفسيه بتاعه اللاعب تبقى يعني بيراعيها المدرب، بيراعيها الطبيب، بيراعيها هو اللعيبه حتى مع نفسهم مع زمايلهم. الحاله النفسيه بيبقى ليها تاثير كبير جدا جدا. طيب قبل ما نستفيد او نكمل حديثنا عن الاصابات، خلينا نقول خبر عاجل، وهو فوز منتخب مصر الاول لكره اليد في اولى مبارياته او اولى انتصاراته في بطوله كاس العالم على منتخب الارجنتين نتيجه 22-20. احنا عارفين ان احنا خسرنا اول مباراتين، مباراه امام السويد والمباراه الثانيه كانت امام قطر امبارح. النهارده المنتخب بيحيي اماله من جديد في التاهل للادوار المقبله من بطوله كاس العالم. هذه بطوله الهامه جدا، فوز على الارجنتين مهم، لسه عندك مباراه امام انغولا ومباراه امام المجر. ان شاء الله المنتخب يكون موفق في الفوز في المباراتين دول عشان يقدر يتاهل للادوار المقبله. اكيد بنبارك لهم ومستنيين منهم المزيد في هذه البطوله. اتفضل يا دكتور. احنا كنا وقفنا عند الاول مبروك وعقبال الانتصارات الجايه ان شاء الله. مفرح وخبر مفرح يعني. احنا كنا واقفين عند الجزئيه النفسيه، والجزئيه النفسيه دي مهمه جدا. دورنا كلنا كجهاز ان احنا نحاول ان احنا نقلل الضغط الموجود على اللاعب، نديله ثقه. ويعني انا اذكر مستر مانويل جوزيه كان يعني بيتقن الجزئيه ديت. اللاعب يبقى عنده ثقه في نفسه، وعنده ثقه ان هو يقدر يعمل، وعنده ثقه ان هو ممكن يخرج بره الضغط وهو يقدر يحقق، خاصه اذا كان بينتمي لنادي زي النادي الاهلي. ديت لازم نراعيها الجزئيه النفسيه دي، الى جانب طبعا ان احنا نحاول نشوف برضو الحاله الاجتماعيه بتاعته، هل في مشاكل اجتماعيه او حاجه ولا لا، لان كل دي بتاثر عليه. ده الجزئيه النفسيه. هل ده معناه ان مش النادي الاهلي بس، انا بتكلم على كل الانديه بشكل عام، محتاجه في تواجد طبيب نفسي في الجهاز الفني؟ بص انا هقول لحضرتك حاجه، تجربه قبل كده في النادي الاهلي. هو طبعا يعني وجود طبيب نفسي هيثمر ال 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 يعني ال ال الجزئيه دي، ولكن انا شايف ان المساله مش قصه طبيب نفسي، هي لازم تتراعى من المدرب، وتتراعى من الجهاز، وتتراعى من الطبيب، وتتراعى من يعني الجزئيه النفسيه ديت حاجه لازم تبقى ما بين الكل وبعضهم، لكن مش هتبقى الطبيب النفسي هو اللي بيصنعها، لكن هو طبعا وجود طبيب نفسي هيبقى بيثمر الجزئيه ديت. في حاجات بقى تانية زي ارضيه الملاعب طبعا والكلام عليها. ارضيه الملاعب مهم قوي، احنا يعني هو طبعا برضو مع التطور الموجود بقت الملاعب بترتاح. طيب قبل ما نستفيد في ارضيه الملاعب، واللي هي اكيد بيبقى ليها دور كبير جدا في الاصابات للاسف، خلينا نروح نشوف تقرير مهم عن راي الجماهير في اهميه تواجد الطبيب النفسي في الاجهزه الفنيه علشان تقلل من معدل الاصابات، وعشان امور شخصيه كثيره اخرى تخص اللاعبين بشكل عام وبتساهم في تالقهم بشكل اكبر في الملاعب. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. والله حقيقة في الأيام الحالية وفي الأوقات الآتية، نعم اللعيبة في كل الفرق الرياضية في الميدل إيست عندنا هيحتاجوا للسيكولوجيست اللي هو الطبيب النفساني، يهيئ اللعيبة ليكونوا متهيئين في الملعب نفسيا وفكريا وذهنيا وبدنيا حتى يؤدي الماتش واللعبة على اصول التدريبات وتوجيهات المدرب. اكيد يعني برضه الواحد هيحتاج لدكتور نفسي، يعني هي العمليه مش ان انا اوصل للعالميه وبس، ما انا ممكن اوصل للعالميه واقع. يعني الجديه ان انا احافظ على الـ على الـ على الـ على ايه اللي انا وصلت له، ما انزلش، يعني احنا المفروض امشي قدام ما ارجعش ورا. يعني هو ان انا مش يعني سهل ان اوصل للعالميه، انما صعب ان انا افضل مستمر عليها. لا هي محتاجاها جامد، يعني زي ما كل فريق ليه دكتور اخصائي ليه، يعني محتاج طبعا دكتور نفساني لان كل لعيب طبعا ليه مشاكله وفي الحياه يعني وكده، فلازم يعني بيكشف على اللعيب دايما قبل الماتش مثلا حالته النفسيه ايه، يمكن يعرف يلعب ولا لا، عليه ضغط مثلا يريحه او ينزله كبديل، لكن ما يبتدوش من اول الماتش ضغط زياده فما يتوتر ما يعرفش يلعب كده. اكيد اي رياضه تحتاج لدكتور نفساني، الجانب النفسي للاعب و يعني الحاله الذهنيه للاعب، بيتهيأوا انه يكون جسمانيا قادر انه يكون يؤدي اداء ممتاز يعني، فاكيد شيء طبيعي انه محتاجين لاطباء نفسيين وعلى اساس انه يهيئوهم نفسيا قبل المباراه او في التمارين وكذا.
طيب هو واضح ان في اجماع من الاراء اللي كانوا متواجدين معنا الجماهير، بعض الجماهير كانوا متواجدين معنا في التقرير اللي فات ده، ان لازم يكون في طبيب نفسي في الفريق. فاحنا نتاكد من دكتور طبعا وليد عبد الباقي، هل حتمي ان يكون متواجد طبيب نفسي في فريق اي فريق بشكل عام ولا مش شرط؟ والله هو انا رايي ان هو مش حتمي، مش حتمي. هي القضيه ان انا يعني انا عايز الجزئيه النفسيه ديت من المدرب ومن الجهاز تجاه اللعيبه، يعني لا تفقد، يعني زي الاب والام في جزئيات نفسيه هيتقال لهم خلي بالكم من نفسيه اطفالكم في نقطه 1 و2 و3 و4، مش هينفع يجيب حد يعالج الجزئيه النفسيه ديت ويبقى موجود معاهم دائما. لكن انا ما بقولش ان هو يعني هو اكيد هيبقى مثمر، على الاقل هيبقى يعني بيحاول ان هو يعني يراعي الجو العام ويشوف برضو الاجتماعيات بتاعه اللعيبه وهكذا، لكن ده لن يعني يلغي دور مراعاه الجزئيه النفسيه من خلال الجهاز، المدرب ومساعد المدرب والجهاز الطبي وكل الناس اللي موجوده. هي مساله توعيه بان احنا كلنا لازم نراعي الجزئيه النفسيه ديت، ما نبقاش كلنا عمالين بنضغط عليهم على اللعيبه وبنضغط على بعضنا وبنحاول ان احنا يعني لازم نحاول ان احنا نراعي الجزئيه النفسيه ديت بهذا الشكل اللي هو المدرب يراعيها، وفي مدربين بتتقنها، وانا اذكر ان كان مستر مانويل جوزيه كان بيتقن بالظبط. طبعا مستر مانويل جوزيه الناحيه النفسيه عنده كان بيقدر او بيقدر يتعامل مع الناحيه النفسيه بشكل عام مع اللاعبين بشكل مميز جدا، واحنا اكيد كلنا عندنا يعني ذكريات كبيره جدا مع هذا الرجل يعني بشكل عام. طيب نتكلم على الملاعب، احنا عندنا للاسف في مصر الملاعب مش على المستوى العالي جدا اللي بنشوفه في اوروبا، وده ممكن يكون بيؤدي ان الاصابات هنا في مصر بتكون اكتر من الاصابات اللي احنا بنشوفها في اي دوله اخرى اوروبيه او في العالم بشكل عام. هل الملاعب ليها دور اساسي في الاصابات يا دكتور؟ طبعا. ما هي دي الارضيه اللي بيلعب عليها اللاعبين، فبالتالي وهو بيبقى بيلعب عليها وهو واثق فيها، فهو لما بيحط ثقته في الارض وبعدين الارض تخونه هتبقى ساعتها الاصابه اكيده اكيده وهتبقى اصابه قويه يعني. احنا مشكلتنا ان احنا بدانا ندخل في كمان في اتجاه الملاعب اللي هي الترتان، يعني ملاعب النجيله والنجيله الطبيعيه وكده بدات تقل شويه، وملاعب الترتان مشاكلها اكتر من طبعًا. ملاعبنا طبعًا. الملاعب اللي هي الطبيعيه برضو لها مشاكل بتحتاج صيانه وبتحتاج مراعاه قويه جدا، بتحتاج رعايه جامده يعني عشان الملعب يبقى مستوي، ما يبقاش فيه تعرجات او في حفر، عشان الملعب يبقى مقصوص كويس النجيله، عشان النجيله لما بتبقى عاليه بتبقى مقاومتها اعلى مع اللاعبين وده برضو بيبقى فرصه عاليه للاصابه. وبرضو الملاعب الطبيعيه بتترش قبلها بفتره بحيث ان الملعب ما يبقاش خشن قوي، ما يبقاش ناشف قوي، كل ديت بتاثر طبعا على اللاعب وهو بيتحرك. ده جزئيه الملاعب، انا يعني هو الملاعب مهمه جدا، ولكن مش هستفيد انا فيه، اكيد هو في ناس بقى متخصصه في جزئيه الملاعب، لكن الملاعب ليها دور، ليها دور جدا. طب بالنسبه للملاعب الترتانيه يا دكتور، هل صحي احنا دلوقتي بنشوف الشباب كلهم بيبقى فيهم يعني انا كل الناس تلعب كوره على الملاعب الترتان، هل خطر في خطوره انك تلعب على الملاعب الترتان ممكن تؤدي الاصابات ومنها الرباط الصليبي، وهل ان انت لما تلعب على الملاعب الترتان دي في الاسترزات الجزم الاسترزات ده خطر ان انت تلعب بيها، لازم تلعب بجزمه فلات مثلا او اللي هي فيها جزئيات صغيره من الاسترزات؟ تمام. هو احنا في حاجه اسمها الجراوند رياكشن فورس، احنا عندنا ضربه الرجل على الارض والريباوند اللي بيطلع اللي هي المرتجع بتاع رد الفعل من الارض للجسم. كل ما كانت الارضيه ديت مرنه معايا كل ما كانت ضرب رد الفعل اقل، وبالتالي هيبقى التاثير على العضلات اقل، التاثير على الاربطه اقل، التاثير على المفاصل اقل وهكذا. برضو الاحذيه اللي بتتلبس، ما هو هيبقى هو ميزه الاسترزات في الارض التثبيت، ما يبقاش كل شويه اللاعب بيتزحلق وكده، فهو دي ميزتها. لكن القضيه بقى في رد الفعل بتاع الارض، فرد الفعل بتاع الترتان لا، رد الفعل بيبقى قوي ورد فعله بيبقى ناشف شويه على المفاصل وعلى الاربطه. الاحذيه اللي حضرتك تنصح بيها الشباب ان هم يلعبوا بيها على الارض الترتان مثلا؟ لا، هو هيلعب برضه بالاسترزات، لان هي متصممه صناعيا علشان تبقى زي الارض الطبيعيه، لكن في النهايه هي مش زي الارض الطبيعيه. تمام. ننقل بقى لحاجه ثانيه غير الملاعب، في جزئيه برضه من العناصر الثانيه اللي ممكن تؤدي للاصابه بالظبط، احنا كل ده بنتكلم فيما قبل الاصابه. تمام. التحكيم. لان المباراه لما بتبقى بتسيطر عليها وكل واحد واخد حقه والدنيا ماشيه هاديه، ما بتقلبش ابدا بعنف ضرب وضرب ما بين اللاعبين. صح. يوم ما
يبتدي الموضوع يخرج بره ايد الحكم وبعدين يبقى فيه بقى مشاكل ويبتدي اللاعبين ينشفوا على بعض وبعدين تبتدي بقى الاصابات. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، احنا دلوقتي لما بنتابع في اوروبا وبتحديد الدوري الانجليزي الحكام مش كل كره بيصفروا عليها فاول، يعني في بعض اللعبات في اوروبا او بتحديد في الدوري الانجليزي لو في مصر بتبقى فاول على طول من غير تفكير، هناك لا بيمشوا اللعب وبتاع، وده برده بيأديش لضرب اللي بيبقى كله التحام شرعي بالنسبه للكوره. فبالتالي ما اعتقدش ان موضوع الضرب او الالتحام القوي ممكن يؤدي لاصابات، او مش هيكون الحكم سبب فيه، لان الحكم في الاخر بيطبق قانون. بس هو الواقع الموجود ان ده بيحصل في بلدنا، يعني واضح ان سلوكياتنا احنا مختلفه شويه عن سلوكيات شوي. ممكن تكون مساله محتاجه توعيه للاعبين، يعني ان انت ما تخرجش بره الدائره لما تلاقي الحكم ما تخرجش بره دائره الانفعال بتاعك، يعني عشان ما تبقاش المساله عباره عن خناقه في الملعب مش بالزبط. مش قصه بالزبط. مش مباراه يعني. طب في حمايه اللاعبين يعني عموما هي دي يعني احد الجزئيات اللي هي بس لابد من انها تذكر يعني. كتير برضو من اللاعبين بقى لبس الشنكار اللي هي الحاجات الادوات اللي ممكن تساعد على انها تقلل شويه او تحميه من ان هو يتعرض للاصابه. كل ده حاجات فيما قبل ان تحصل الاصابه، وبرضو الطبيب له دور فيها، لكن الحقيقه هو مش ده الدور الرئيسي. هو الدور اللي ما قبل الاصابه ده هو بيبقى معاون ومساعد، وعايزين استشاري. نعمل واستشاري وعايزين نعمل وعايزين عشان نحافظ على العضله، يعني هو دوره انه بيوجه نصايح للمدرب انه خلي بالك احنا عندنا مثلا مشكله في العضله الخلفيه. تمام. بالنسبه للعيبه بشكل عام فلازم نتجنب هذه المشكله بطريقه اخرى من التدريبات، يعني ده دور نصيحه واستشاري مش اكتر، لكن دوره مش رئيسي. تمام. والتوازن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو التوازن ما بين التدريبات وما بين الحمل التدريبي والحمل البدني والفترات الاستشفاء وملاحظات اللعيبه اول باول، يعني اول باول اللي عندهم مشاكل، ان مش كل اللعيبه زي بعضها في القوه البدنيه، مش كلهم زي بعض، ولا في المرونه ولا في يعني في اختلاف ما بينهم فروقات فرديه. فهو برضو دور الطبيب ان هو يحاول ان هو يعني يحط تحت عينيه الفروقات ديت. تمام. عشان يقدر ينصح بيها المدرب. نيجي بقى عند حدوث الاصابه. هنا في اللحظه ديت بقى الدور الرئيسي للطبيب، وهو على فكره الطبيب الاصابات او الطب الرياضي بيبقى دوره الرئيسي عند النقطه دي. يعني هو الطبيب مش في الملعب علشان مجرد ما اللاعب يقع مثلا هينزل يرش بينج او يحط تل، لا هو دوره التشخيص. هو دوره في اللحظه ديت ان هو يشخص. تمام. انه يقول اللاعب ده عنده مشكله كذا، وان اللاعب ده يصلح يكمل او ما يصلحش، لا يصلح يكمل شويه ولا ما يصلحش يكمل خالص. تمام. يعني دوره ان انا بشخص، بس انا كدكتور بشخص بس الحاله اللي قدامي في الملعب بالظبط. في جزئيه بقى اضافيه انها كدمه مثلا، اللي هي الحاجات بقى الايه المعتاده اللي هي ممكن تبقى مش الطبيب اللي بيعملها. وطبعا لو في مشكله كبيره زي مثلا اللاعب لما يبقى في مشكله في التنفس ومحتاج ان هو طبعا وجود الطبيب في الحاله ديت هيبقى انقاذ حياه. طبعا يعني فوجود الطبيب في الملعب مهم جدا. قصه بقى ان يبقى في اللي ماسك الفرقه حد مش طبيب او كده، ده طبعا مش مقبول. أكيد. لان ممكن في لحظه ما يبقى دور الطبيب منقذ للحياه. فهو اللحظه ديت لحظه حدوث الاصابه مهم جدا جدا قرار الطبيب. في اللحظه دي تشخيص وقرار الطبيب، ومن وراها على طول وضع البرنامج بقى هيمشي ازاي اللاعب ده. هل هو محتاج يعني محتاج فحوصات اكتر؟ لا ده مش محتاج فحوصات، هيدخل في اتجاه جراحه، هيدخل لا ده محتاج فتره راحه سلبيه، لا لا مش وهكذا. وضع البرنامج، وده الدور الرئيسي للطبيب في طبيب الفريق في اللحظه دي اللي هو لحظه حدوث الاصابه. تمام. تعليق بس على الاصابات العضليه، الاصابات العضليه صعبه جدا في تقييمها. مش سهله. مش سهله. يعني مش واحد زي الاشعه. لا ولا حتى بالاشعه، يعني هي الاشعه جزء من التشخيص، لكن هي فعلا الاصابات العضليه مش سهله في تقييمها. وبتتبني تقريبا بنسبه 80-90% على خبره الطبيب اللي موجود. على خبره الطبيب. يعني لما بيبقى طبيب واحد زي الجهاز الموجود مثلا دكتور خالد، والجهاز اللي موجود يعني بقى له مثلا 18 سنه في ارض الملعب، اكيد طبعا عنده خبرات كبيره مختلفه عن لما هيبقى حد لسه اول مره يتحط قدام الاصابه العضليه. لان انت ممكن تبعت برضه وتعمل اشاعه ويكون تقييم الاشاعه هيقول لك شد، وهيقول لك درجه كام، وهيقول لك مزق، وهيقول لك ارتشاح، وهيقول لك كميه الدم الموجود، لكن ساعات الاشاعه ما بتجيبش تفصيل، وساعات الدرجه العضليه اللي موجوده تتشخص اكلينيكيا بالكشف وما تتشخصش بالاشعه. ودرجاتها عاليه جدا على فكره. العضلات بتختلف حتى عن بعضها.
في توزيع الالياف العضليه ما بين العضله الضمه الى العضله الاماميه. عضله في جسم الانسان ايه من حيث الاصابات؟ لما تجيلك اصابه في العضله دي يبقى الامور فيها صعبه شويه، تاخد وقت اكبر. ما بتتحطش كده خالص، هي لها علاقه بنوع العضله، ولها علاقه بسن المصاب، ولها علاقه طبعا بالدرجه اللي حصل فيها الاصابه، لها علاقه كمان بالعلاج. يعني في لاعب يروح يتعالج ويتسرع وينزل، وبعد ما ينزل يتصاب يرجع تاني، فتكرار الاصابه اسوأ في علاجه من الاصابه لما تكون في اول بدايتها يعني. فهو تشخيص الاصابات العضليه بيبقى يعني بالذات في الدرجات اللي هي المختلفه ديت بيبقى صعب شويه. فلذلك وجود طبيب خبره يقدر يقيم ده بيبقى مهم جدا في اللحظه ديت. ولذلك الاطباء اللي هم احتكوا كتير بالملاعب بيبقى تشخيصهم مختلف شويه عن الاطباء اللي هم يمكن شغلهم اكتر بعيد عن الملاعب. تمام. خليني اتكلم بالتحديد عن الاصابات الحاليه والسؤال الناس كلها مستنياه بخصوص النادي الاهلي. اصابات كتير جدا، فتره وجيزه جدا، والقائمه ما بتخلاش من الاصابات للاسف الفتره دي في النادي الاهلي. اسباب تكرار الاصابات او اسباب تعرض هذا الكم الهائل من لعيبه النادي الاهلي للاصابات من وجهه نظر حضرتك ايه؟ والله بص، هو يعني اولا طبعا هو قدر الله سبحانه وتعالى، طبعا لأن احنا أكيد مش أكيد. يعني ايه، ما هو اصل في اصابات يعني مثلا هقول لحضرتك مثال، مثلا احمد فتحي كان عنده مزق في العضله الاماميه وخد وقته بشكل كبير جدا، وانا تواصلت مع اللاعب وسالته لما جات له اصابه مره ثانيه هل مين اللي كان ليه دور في القصه دي؟ قال ما حدش ليه دور خالص في الموضوع ده، انا خدت وقتي بشكل كامل، وكل ما اجي انزل الملعب اقول لا استنى شويه استنى شويه، ومع ذلك جاله تكرار في نفس العضله مزق برضو او شد كبير بالنسبه لاحمد فتحي في العضله الاماميه، ده سببه ايه مثلا؟ اولا احمد فتحي يعني راجل عزيز عليا جدا من ايام كنت موجود معاهم يعني، وهو راجل جد جدا. طبعا بس هو معلش مش قراره انه ينزل، مش هو اللي يقول انا استنى شويه استنى شويه. الطبيب ممكن يكون قال له خلاص انت لائق انك تلعب او لائق انك تتمرن، هو الراجل فعلا خد فتره كبيره من التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا، ولما نزل مباراه الداخليه بالتحديد اتصاب فيها تاني، شارك اعتقد شوط او اقل قليلا واتصاب، وخلال الدقائق اللي لعبها الراجل شات على المرمى وعمل اوفرات وعمل كل حاجه، لكن مع ذلك الاصابه تجددت. معلش انا هرجع تاني نقطه ان الفينشنج بتاع الاصابه في التاهيل هو اللي بيقول ان اللاعب ده لائق ولا غير لائق، وعاده بيبقى تحت اشراف الطبيب، والقرار بيبقى في النهايه قرار مشترك ما بين الطبيب وما بين التاهيل وما بين الجهاز، وحتى نزوله برضه لازم يبقى نزول تدريجي. هو عموما في الجزئيه ديت يرجع طبعا فيها للدكتور خالد، لكن الصح ان المفروض بيلام الطبيب لما ينزل اللاعب ويرجع يحصل انتكاسة ويطلع بنفس الإصابة تاني بعد مجرد النزول. لكن هو الصح ان الفينيشنج بتاع اللاعب تأهيل اللاعب بيعمل كل حاجة ممكن تتعمل في الملعب وما هو اكثر علشان يتقال ان هو فعلا سليم 100% بما في ذلك التحمل، وممكن ترجع وده الممكن اعتقد انه حصل احسن، وده الممكن اللي يكون حصل. لكن احنا يعني هو الناس معذوره ان هي تقول نفس الاصابه ولما نزل، لكن هو احنا دورنا ان احنا نعمل فينيشنج كويس لحد نهايه كل حاجه ممكن تحصل في الملعب، ثم تحمل، ثم نزول مع الفريق تدريجي، يعني تيست مشاركه ثم تيست مشاركه اكتر ثم تيست مشاركه، حتى في المباريات برضو جزء ثم جزء ثم جزء. هو ده الطبيعي في النزول. هل على الرغم من ده كله ممكن يحصل انتكاسه ويرجع الاصابه تاني؟ ممكن طبعا. هو ده اللي انا عايز اوضحه، يعني اعتقد كل الاجراءات الطبيعيه لازم ان هي تؤخذ في اتجاه مثلا سي لعيب زي احمد فتحي من قبل الطبيب، كل حاجه حصلت وكل العمليات الاستشفائيه والمعالجه من الاصابه كلها حصلت، ومع ذلك الاصابه عادت تاني، ده شيء وارد ان هو يحصل. نعم تمام. احنا يعني عاده بيلام الطبيب لما في نقطه اللي هو الارتجاع، بيلام الطبيب لما الاصابات تطول، يلام الطبيب لما مثلا التاهيل ما يكونش مؤهل بقيه العضلات كويس فيحصل ينزل ياخد عضله ثانيه. هو يعني الطبيب ليه علاقه بالتاهيل ولا مدرب الاحلال مثلا هو اللي علاقه؟ لا بالتأهيل. طبعا التاهيل ده جزء من علاج الاصابه قبل النزول، اكيد وكل ده تحت اشراف الطبيب طبعا، من خلال الطبيب طبعا. ولابد ان يبقى في تفاهم قوي جدا. احنا الاصابه بتبتدي بتشخيص الطبيب، وبعدين يحط البرنامج، وبعدين يقول سلبي ولا هيبتدي علاج طبيعي، كل ده تحت اشراف الطبيب. وبعدين يبتدي تحت اشراف الطبيب علاج طبيعي الى مرحله ينفع فيها ان هو يبتدي تاهيل، ياخد بقى تاهيل مع علاج طبيعي، كل ده تحت اشراف الطبيب. علاج طبيعي ممكن يتوقف وبعدين نبتدي نكمل تاهيل لحد ما يوصل لمرحله الفينشنج بتاع التاهيل، اللي هو الفينشنج ده معناه ان انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل معايا في الملعب واكتر. وفي مرحله اسمها مرحله التحمل.
ان انا بضغط عليه اكتر بضغط عليه اكتر علشان اشوف اذا كان بيتحمل ولا لا، وطبعا تحت اشراف الطبيب وتحت برنامج. طبعا ممكن انا بضغط عليه كده الاصابه تيجي، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، تحت اشراف الطبيب، وانا بقول ان انا هزود سنه واشوف وعند لحظه معينه احنا كلنا متفقين ان خلاص العضله كده اتحملت لحد الدرجه اللي هي ممكن ينزل بيها، وبرده بينزل وبيبقى يعني الموقف حساس شويه، وناخد نزول تدريجي سنه بسنه لحد ما ايه نبقى مطمئنين على اللاعب كمل. طيب وهكذا. الاهم برضه سؤال لسه ما جاوبناش عليه، هو سبب الكم الهائل من الاصابات في صفوف النادي الاهلي الفتره دي؟ طيب خلينا ايه نرجع تاني لانواع الاصابات اللي موجوده. احنا عندنا اصابات كتير عضليه فعلا. الاصابات العضليه ديت هنرجحها للي احنا قلناه ما قبل، لان تمام. هو احنا مش في ايدينا ان احنا نمنع الاصابه العضليه من الحدوث احنا كاطباء، لكن هي غالبا تراكم من حاجات حصلت قبل ما تحصل الاصابه ديت، في فترات اعداد، في انتقالات، مدربين اتغيروا كتير، تمام. مدرب صح. ثم مدرب ثم مدرب، وده عدم استقرار، فكر تدريبي ثم فكر تدريبي ثم فكر وهكذا. يعني ممكن مدرب بيكون بيركز على اطالات كتير، وممكن مدرب يركز على جيم كتير، كل واحد له اسلوبه، كل واحد له اسلوبه، بس هو في النهايه مين اللي بيتطبق عليه؟ اللاعب. ففي النهايه وجود استقرار بيخلي يعني لما تيجي تحصل بقى اصابات بعد الاستقرار نبتدي نقول لا ده في مشكله، مش لكن هو ما فيش استقرار، الدنيا برده مش مستقره قوي كجزء بدني. انا بتكلم في الاصابات في الاصابات العضليه. لكن لما يجي بقى لاعب مثلا نازل من تاهيل اصابه عضليه وبعدين يقع يحصل له كسر، ما هتعمل ايه؟ ده قدر بقى يعني، حاجه قدريه يعني يحصل له التواء في زي رامي ربيعه مثلا، زي اسوء اللاعبين حظا يعني في مصر بشكل عام. الراجل كان خف خالص من اصابته اللي هي كانت عنده، سواء الام في العود او عضله الضمه، خد فيها فتره كبيره جدا، ولما نزل تدريبات جاله كسر. فده قدر يعني، ما في النهايه مش يعني مش بايد حد بالزبط. يعني مهما اتكلمنا في الـ 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 يعني ازاي نتقي الاصابه، لكن في النهايه اذا ربنا مقدر انها تبقى اصابات كتير هتبقى اصابات كتير. يعني دلوقتي في عندنا جزء عضلي اتفقنا ان هو الجزء العضلي ده لابد من مراجعه الفتره اللي فاتت في الشغل البدني، تمام، والتوازن اللي احنا اتفقنا عليه ما بين الاطالات والقوه والمرونه، وما بين الفترات الاستشفاء، وما بين اللياقه والايه والحمل التدريبي. ده الجزء العضلي. هل الاتهامات اللي دايما بتوجه للطبيب تبقى اتهامات في محلها؟ لا، هو القضيه ان دايما ولا هي قله وعي من المتابعين مثلا، وده وارد يعني، ممكن واحد ما يكونش متخصص طبيا، ده وارد دايما جدا. الجمهور عايز ان الفريق يبقى سليم، لكن وان لما يبقى فيه اصابات على طول يروح باصص لايه؟ للدكتور. كثره الاصابات يروح باصص للدكتور. لا، هو الدكتور مش هو اللي بيعمل اصابه بالظبط، لكن هو الدكتور ده بالعكس مش بيعوض، هو عمال بيترمين له اصابات، هو عمال بيحاول الراجل يعالج. يعني امتى زي ما بقول لحضرتك، امتى نلوم الدكتور؟ انا هلومه لما يبقى ما ساعدش في ان هو يعلق على الحمل التدريبي مثلا. هلوم الدكتور لما يحصل ارتجاع في الاصابه. يعني موضوع احمد فتحي انا برضه هلوم فيها الدكتور خالد، لازم هيراجع نفسه عادي. ومعلش ممكن تقول حصلت، ما هو ما يبقى عنده مثلا 30 اصابه منهم اصابه حصل فيها ارتجاع. يعني ده مش عمره ما يكون ده مقياس يعني، طبعا لا طبعا يعني مش مقياس اكيد يعني. الحاجه الثانيه، انا هلوم الدكتور برضه لما يكون الموقف مثلا بتاع محمد محمود هو انا عارف ان الدكتور خالد شافه وقال ان الركبه سايبه، وقال ان الركبه سايبه، بس المعلومات اللي عندنا ان اللاعب اصر ان هو بالظبط كده، انا لازم اقف. الطبيب قال لا، انا هلومه برضه الدكتور خالد لازم تقف علشان الناس كلها تبقى فاهمه ان انت بتقول لا ما ينزلش، لان الناس كلها فهمت ان هو موافق على انه ينزل يكمل. الرشه بتاعت البنج دي هي اللي ادت انطباع للناس، هو دلوقتي اللاعب مثلا مصر انه ينزل، او حتى المدرب، انا طبعا ما اعرفش اذا كان المدرب ولا، بس في بعض الاحيان ساعات المدرب بيصر، الدكتور يقول له لا ويصر، بس ده ما حصلش، انا ما اقصدش ان ده اللي حصل يعني. بس انا اقصد ان انا عارف ان خالد، الدكتور خالد قال ان الولد الشاب ده رجليه سايبه، تمام، بس هو كان لازم يقف ويقول له لا، تبقى واضحه قدام الناس علشان الجمهور ما بيحكمش على دي. يعني هو ما يعرفش الجمهور الكلام اللي اتقال، لكن هو شاف بينج ترش، لكن هو الحقيقه ان هو شخص القصه وقال ان هي واضحه. اعتقد يا دكتور هو بيقع يعني اللقطه لو شفناها او حضرتك كنت شفتها اكيد شويه، طبعا كانت واضحه اعتقد. هو على العموم يعني هو قدر طبعا، تعالى قدر له كده. لكن انا بتكلم في موقف الدكتور في اللحظه ديت، طبعا هو يلام انه ما وقفش واصر وقال لهم يا جماعه لا ويطلع، بس ده يلام فيه، لكن هو شخصها، هو واضح انه اصر، بس ممكن يكون كان في اراء اخرى، هو مش ممكن يكون اللاعب في اللحظه دي عموما
بيبقى صعب جدا. عايز ينزل يعني عايز ينزل، فيعني السيطره عليه بتبقى شديده شويه. ديت الحاجات اللي بيلام فيها ممكن الدكتور لما يكون برضو التاهيل ما كانش كامل، فينزل اللاعب من حاجه يطلع بعضله تانية، معناه ان ممكن عضلات بقيه عضلات الجسم فيها ما كانتش مؤهله كويس، لان هو التاهيل مش معناه تاهيل الاصابه بس، هو تاهيل كل الجسم للنزول. طيب نكمل حديثنا يا دكتور بعد ما نروح نشوف اراء النقاد الرياضيين في اصابات الملاعب بشكل عام ونرجع مره ثانيه. لما اجي اتكلم على جمله الاصابات راجع بقى يعني الاسباب الحقيقيه اللي بتؤدي لهذه، محتاج تحليل منطقي، اشوف اولا حجم الضغوط النفسيه والعصبيه على اللعيبه دي بتستحملها ازاي، اشوف ارضيه الملعب ودورها، اشوف احلل اداء البدني الحمل البدني، هل تم اعداده يعني وضعه للعيبه بما يتناسب مع قدرات اللعيبه صحيا والعضليه والنفسيه والكلام ده، اشوف التقويم الاداء بصفه عامه والضغوط بيتعرض ليها اللاعب في المباراه ذاتها، ثانيا بعض الاحيان العنف المتعمد في ازاء الخصم والعمليه بدا فيها نوع من الشحن على صراع على بطوله انا مش شايفها يعني مش مكسره الدنيا يعني، ده مدرجات خاويه على عروشها زي ما احنا بنقول، والعملية يعني بس ساخنة بس على في الاستوديوهات التحليلية، لكن دوري بيعاني، دوري ممل، دوري بطيء في غياب الجمهور، وكأنك تشاهد وكأنه هناك عمل مسرحي بدون جمهور. المشكلة كلها في الإصابات، في إصابات أنواع كثيرة، أنواع بتطول بتقعد سنة، أنواع خفيفة شد خفيف لا يستغرق شهر مثلا، لو طول الشد ممكن يبقى شهرين يبقى ثلاثة على حسب الشخص نفسه، لكن المشكلة كلها انك يجي للاعب اصابة زي رباط الصليب. رباط الصليب ده بقى في مصر انا مسميه الانفلونزا بالظبط، بقى يصيب الاندية المصرية في مقتل، وانت عارف رباط الصليب يعني عدم الاستفادة من لاعب في مدة تتراوح من 6 شهور ل8 شهور وممكن توصل سنة أحيانا حسب استعداد اللاعب، حسب الاستشفاء اللي خده، حسب البرامج اللي بيعملها خلف الطبيب اللي بيديها له. كنت في الأهرام الرياضي كنت عامل إحصائية من حوالي 3 سنين أو 4 سنين عن الرباط الصليبي اللي أصاب الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، طلعت برقم غريب جدا، وصل فيه الرقم من 4 سنين أو 5 سنين حوالي 110 لاعب. تخيل منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة يعني هنقول 50-60 لاعب تجاوزا كده مثلا تاني، أو 60 رياضي أو 70 رياضي بالضبط، فهنوصل ل 200 لاعب خلال السنوات السبعة أو الثمانية أو العشرة الأخيرة، وده رقم كبير جدا لازم نقف عنده، لازم الأجهزة الطبية تقف عندها، لازم الأندية نفسها تقف عندها، يعني الأندية بحجم النادي الأهلي بحجم الزمالك بحجم الأندية الكبيرة اللي في مصر لازم تحاول إنها تعمل حاجة تعالج هذه الأزمة وهذه المشكلة من خلال يعني الأهلي بيدفع مثلا في لاعب 60 مليون 70 مليون 80 مليون أو 120 مليون أو 130 مليون، أرقام زادت خلاص بقى شيء لا مفر منه. أنت بتدفع المبلغ الرقم الكبير ده في لعيب أنت مش قادر تعمل صرح عندك طبي، مركز طبي خاص بيك أنت، ده مهمته إنه مؤهل أنت اللي بتأهل بنفسك، يعني أنت اللي بتقود حتة التأهيل من أطبائك بالاستشفاء اللي عندك أنت، والدكتور بتاعك يتابع، غير لما يروح يتأهل بره أو يتأهل يروح ويجي وأنت ما بتتابعش اللاعب إلا من خلال الطبيب اللي بيبقى معاه والمرافق. لما يكون عندك مركز طبي موجود في النادي بتاعك فده هيعمل يخلي لك في حالة من المتابعة الشديدة، ويخليك عارف اللاعب ممكن يرجع امتى، وفي نفس التوقيت تبقى مطمن على عودة اللاعب بسرعة او سير العلاج ماشي ازاي. طبعا عايز اقول لك ان الاصابات في النادي الاهلي علامة استفهام كبيرة في الفترة الأخيرة، وعايز اقول لك رأيي الشخصي ان هو المظلوم فيها الدكتور خالد محمود، بصراحة هو ما اسموش خالد محمود الخطيب يعني عشان نجيب من الآخر، يعني هو الإصابات دي ويلام الدكتور خالد في حالة أو الجهاز الطبي عامة برئاسة الدكتور خالد، ان هو يلام في حالة واحدة بس، ان يكون الإصابات دي تشخيص خطأ، غير كده هو ما يلامش، دي إصابات تبدو أو أكترها عضلية يا أمامية يا خلفية مش عارف الأمور دي عضلية، دي نتيجة إيه حسب معرفتي أنا مش متخصص، لكن دي حمل زيادة أو حمل أقل أحمال، فدي لا يسأل عنها الجهاز الطبي، ممكن تكون في أول السنة، ممكن يكون الجهاز الطبي عفوا اللي هو المحطة الأحمال اللي هو مايكل إندي مان اللي هو السابق، دي مش علاجها عند الدكتور أو أسبابها مش عند الدكتور خالد محمود، عشان نكون واضحين وصراحة، لأن السوشيال ميديا ظلمت الدكتور خالد وظلمت الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أنا والله ما أعرفه شخصيا ماليش علاقة بيه، ولكن دي كلمة حق بتتقال من هو يلام في حالة واحدة فقط اللي هو التشخيص الخاطئ، لكن طبعا بغض النظر عن الأمور الطبية هو علامة استفهام كبيرة في النادي
الاهلي. يعني عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا امام شبيبه الثورة الجزائري يوم الجمعه. الصحافه الجزائريه النهارده او ومن امبارح بتتحدث عن غياب فريق كامل على النادي الاهلي، بتتكلم عن غياب 12 لاعب. ده كان قبل ماتش امبارح اللي هو ماتش الاهلي وفيتا كلاب، كان في اثنين كمان اتصابوا، يعني في 14 لاعب. والقائمه دلوقتي بقت غريبه جدا، يعني كل مباراه اصابه اثنين واحد او اثنين، كل تدريب تعرض واحد للاصابه. يعني العمليه غريبه جدا، يعني في حاجه غريبه فعلا في النادي الاهلي. برجع اقول الكلام على ذمتي الشخصيه انه الامور دي شكلها مش طبيا، يعني دي امور مش طبيه، في حاجه غلط، في حاجه غلط بتتسبب في الاصابات دي. خلينا نتكلم واقعي ان فعلا في اصابات كتير جدا دلوقتي، ان لابد ان ننظر لارضيات الملاعب. خلاص العالم كله بتتطور، ارضيات الملاعب دي مهمه جدا. خشونه ارضيه الملعب او لو ملعب نجيل صناعي دي بتاثر كتير جدا. حقيقي 90% من ملاعب مصر فيها مشاكل في الارضيات، ودي لابد ان نعالجها بشكل جيد جدا. كتير من الملاعب اللاعبين نفسهم اشتكوا من الارضيه ناشفه، ويمكن لو بتلاحظ بتلاقي مثلا في مباريات النادي الاهلي دايما اللي هو صاحب الملعب بيرش الملعب قبلها، بيبقى بيساعد على سرعه الكره وبيساعد على ان ارضيه الملعب نفسها بتستريح شويه. ودي يمكن بداها مانويل جوزيه في النادي الاهلي من فتره طويله، وكانوا الناس بتضحك وتقول لك بيرش الملعب ليه. لا دي حقيقه، ارضيات الملاعب محتاجه شغل. اعتقد ان المفروض برضو ارضيه استاد التتش تتراجع، ممكن يكون بقى لها فتره الارضيه جاي، يعني الملعب شكله جيد لكن ممكن تكون الارضيه نفسها فيها بعض المشاكل. دي جزء مهم جدا. في حاجات اخرى تانية، ممكن يكون في اجهاد للعيبه بشكل كبير جدا، تلاحق المباريات كل 3 ايام مباراه، ده برضو مهم جدا. النقطه الثالثه الضغط العصبي اللي بيعاني منه اللاعبين، ودي طبعا وخاصه الفرق الكبيره لما بتكون بتلعب على بطوله دي بتبقى مهمه جدا، ان انت بتبقى عصبي على طول مضغوط، العنصر العصبيه ده بيأثر في الاصابات. في جزء رابع قد يكون هناك بعض الخشونه في الدخول على اللاعبين. في عنصر خامس قد يكون من اللعيب نفسه ان هو بيحافظ على النوم بدري، الساعه البيولوجيه بتاعت النفس لازم ينام بدري، لان النوم بدري بيساعد كتير جدا اللعيب، على عكس لو سهر، على عكس لو مركزش، على عكس لو راح متاخر رايح متعصب على التمرين. دي كلها عناصر بتاثر بشكل كبير جدا على اللعيب. طيب يعني اراء كتيره واضحه من النقاد الرياضيين واللي اكيد بيتابعوا الامور عن كثب، لكن عايز اسال حضرتك يا دكتور، هل في توصيات معينه لتقليل الكم الهائل من الاصابات من وجهه نظرك؟ هو اولا يعني انا رايي ان احنا محتاجين نوعي لعبتنا، يعني نوعي. هو في اسلوب توعيه ازاي اللاعب يتقي الاصابه. فدي محتاجه توعيه، يعني انا امتى لازم اقول للدكتور ازاي انا في الملعب يبقى عندي نوع من المرونه، لان انا اقع بشكل معين ما يعني اقع والف على الارض بدل ما انزل دايركت على، يعني في اسلوب معين كده لابد من ان احنا نحاول ان احنا يعني في فكر محتاج ان احنا يعني ندرسه، ازاي انا كلاعب احمي نفسي من اتجنب الاصابه او احمي نفسي من الاصابه. السلوكيات اللي المفروض ان انا اراعيها في تعاملي مع المدرب ومع التمارين بتاعتي ومع المباراة ومع الخصم بتاعي ومع زمايلي ومع، يعني في محتاجين نحط زي يعني اسلوب توعية، فكر توعية للاعب ازاي هو نفسه يحمي نفسه من الإصابة. وبرضو الـ يعني في تمارين مرونة بتخلي فيه نوع من الرشاقة عند اللاعبين، بحيث ان هو يقدر يلعب من غير ما يعني يصاب، بدل ما يبقى فيه التحامات او لحظه الالتحام يبقى عنده نوع من الرشاقه اللي هو يقدر يحمي بيها نفسه. تمارين المرونه والرشاقه دي من الحاجات المهمه جدا. برضو من التوصيات بقى للاعبين التسخين الجيد. التسخين الورمينج اب ده اللي هو التسخين ما قبل التمرين، التسخين ما قبل المباراه. في بعض اللاعبين ممكن يتخيل ان هو بيؤدي واجب. لا انت بتحمي نفسك من الاصابه. فالتسخين الجيد اللي هو قبل التمرين او قبل المباراه ده بيدي للعضله الـ يعني الـ المرونه الطبيعيه بتاعتها اللي هي تقدر تشتغل بيها، اللي هي لو ما خدتش الـ 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 يعني التسخين بتاعها الجيد ممكن يحصل فيها اصابه. فالتسخين الجيد ديت نقطه مهمه بين التفريط والافراط.
يعني هي لا يعني عفوا ما يزودش قوي في التسخين لدرجه ان هو يعمل اطالات 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 كتير ان هو يجهد نفسه قبل ما يلعب ولا ان هو يعمل اطالات كده على القد عشان يبقى برده ايه بيشارك مع الناس وبيأدي واجب. ديت نقطه مهمه برده تانية. النقطه الثالثه الكولينج داون بعد اللي هو فترات الاستشفاء اللي بعد المباراه. تمام. انا لازم احط نفسي زي ما المدرب ما بيقول لي وزي ما الجهاز ما بيقول لي. الكلام اللي بيتعمل ده بيتعمل وقايه للاعبين. اكيد. فما خدهاش على ان هي تاديه واجب خلاص يعني ايه انا اديني عملت شويه اديني كاني عملت. لا ده مهم جدا. مهم جدا التسخين ما قبل والفتره بتاعه الاستشفاء اللي ما بعد التمرين او ما بعد المباراه. اكيد. وطبعا فترات الاستشفاء زي ما قلنا في الاول التوازن وهكذا. برضو من ضمن الحاجات المهمه ان اللاعب يبقى قريب من الطبيب والطبيب يبقى قريب من اللاعب. علشان في لحظه ما اللاعب ما يحس بمشكله يحكي للطبيب. ساعات اللاعب بيخاف انه يحكي للطبيب علشان ما يروحش يقول للمدرب فالمدرب يمنعه فتره اكبر ويبعد عن او يمنعه من ان هو يشارك او كده. لا هو يبقى قريب ويبقى واثق في ان الطبيب هياخد كلامه ويقرر معاه الكلام ده يتقال للمدرب ولا لا. يلعب ولا ما يلعبش، يتدرب ولا ما يتدربش. النقطه دي مهمه جدا جدا في تشخيص المبكر للاصابه. يعني انا دلوقتي لو عندي مشكله كلام وحكيتها للطبيب وهي لسه بتبتدي وهو استدركها على طول في خلال يومين ثلاثة ممكن الدنيا تتحل. لكن لو أنا ما قلتش ودست ولعبت هتصاب والقصة مش هتبقى يومين ثلاثة هتبقى شهرين ثلاثة. فالنقطة دي برضو مهمة، قرب اللاعب من الطبيب وقرب الطبيب من اللاعب، ولازم يبقى في نوع من التواصل اللي يخلي ده واثق في ده وده واثق في ده من غير ما يبقى شاكك انه هيروح والمدرب وهيعمل وهيسوي. طيب. هيركنه يعني. في مزيد من في قصه برضو ديت وصيه للجهاز نفسه. ان احنا قصه اختبار الاصابه يوميا ومن ثلاث جهات، كل ما بختبر الاصابه انا بقرص على الاصابه. فيفضل عدم الاختبار المتكرر، يعني انا هروح للدكتور يعمل فحص للعضله، هروح للدكتور العلاج الطبيعي هيعمل فحص للعضله، اخصائي المساج هيروح يعمل اخصائي التاهيل هيعمل. كل اختبار بيحصل هو شد للعضله عشان يعرف ايه الاخبار وصلنا لايه. مش مطلوب ان احنا نعمل اختبار متكرر يوميا علشان ما نعملش احنا اللي نعمل مشكله للاصابه. بالزبط. مش هتستريح كده، عمرها ما هتستريح. فيفضل ان احنا في واحد شخص، في واحد بيتابع، يبقى الباقيين لا، كل ده تحت اشراف الطبيب، والطبيب طبعا هيقول لهم يا جماعه بلاش اختبار. دي طبعا. النقطه التاليه برضو نقطه اللاعبين غير المشاركين. اللي ما بيشاركوش اللي بيحصل ان ساعات اللاعبين غير المشاركين يروحوا النادي يتدربوا وياخدوا حمل تدريبي وبعدين يجوا تاني يوم اللي شاركوا نريحهم ونعمل التكتك على الايه؟ على اللي ما شاركوش. فنروح عامل لهم حمل تاني. فتظبيطة الجزئية الحمل للغير مشاركين سواء بالقله او بالزياده دي نقطه مهمه جدا عشان ما يتصابوش. الغير مشاركين. التزام اللاعب مع طبيب النادي. بس. مع طبيب النادي، لان البرنامج لما يعني مش هروح لطبيب النادي كده كده اللي هو بيبقى مسؤول عني ومع ذلك اروح لطبيب خارجي. اقول له لو انا هروح بره. اقول له. وهو يقول لي او لا، هو في النهايه هو حريص عليا. حريص عليك وعلى مصلحته كمان. بالظبط. لكن ازدواجيه القرارات، ازدواجيه البرامج، ازدواجيه العلاج هتعمل مشكله. فخلينا ملتزمين مع طبيب النادي، تمام؟ ولو في مشكله ولا حاجه نقول له ونصرحوه وساعتها. طيب. لكن التشتت ده هيبقى مش كويس. اخر حاجه هقولها مراعاه نفسيه اللاعبين المصابين. يعني المدرب معلش الشاطر يعني بيخش يبص كده انت اخبارك ايه اللاعب اللي هو المصاب، لان هو الشاب المصاب ده بيبقى محتاج النقطه دي. مش معناه ان هو مصاب خلاص مركون لحد ما يخف. لا، المدرب بيدخل ويسال عليه، زمايله بيخشوا بيسالوا عليه، والدكتور بيسال عليه. يعني احساسه بان كل اللي حواليه بيسالوا عليه بما في ذلك المدرب وحرصه عليه، دي نقطه مهمه جدا في نفسيته وبالتالي مهمه جدا في ان هو يخف بسرعه. طيب حصل حضرتك اسئله سريعه وعايز رد سريع ايضا من حضرتك. مدرب الاحمال بيبقى ليه دور في الاصابات؟ طبعا. طيب التدريبات الاضافيه، في بعض اللاعبين بيتمرنوا في النادي الاهلي او في الانديه بشكل عام، مش عايز اتكلم بالتحديد هو ممكن النادي الاهلي بنتكلم عليه بالاخص لان حجم الاصابات او عدد الاصابات كتير الفتره دي، لكن بعض اللاعبين بشكل عام في مصر ممكن يكونوا بيتمرنوا في ناديهم ويروحوا يعملوا تدريبات اضافيه في الجيم الخارجي، هل ده صحي ولا ممكن يؤدي لاصابات؟ من اكبر المشاكل اللي بتؤدي للاصابات، لان المدرب بيحط حمل على اساس ان اللاعب ده
قدرته على الاستيعاب كبيرة في الحمل بتاعه التدريبي. لكن هو كمان بيعمل حمل بره والمدرب ما يعرفش. يبقى معنى ذلك ان العضله تحت حملين. وده بيحصل على فكره في اماكن تانية اللي هو بيبقى مثلا بيجيبوا اولادهم فتنس ويلعبوا لعبه ويلعبوا لعبه ثالثه والتلات مدربين ما يعرفوش بعض. صح. وكل واحد بيحط لنفسه حمل. الضحيه مين؟ الضحيه هو الولد او اللاعب. طيب بالنسبه للاجهزه المتطوره، هل في اجهزه متطوره للوقايه من الاصابات او لتجنب الاصابات وايضا الاستشفاء والعلاج من الاصابات؟ طبعا. يعني احنا كل ما استخدمنا يعني اولا في فترات الاعداد الاجهزه اللي احنا بنتكلم عليها زي الايزوكاينيتك وزي البالانسنج وزي التقييم الجيد للعضل. احنا تقييم العضله ديت مش انا بحط ايدي كده بقول دي عضله حلوه ودي عضله وحشه. لا، هي لازم لها من يعني جهاز. الجهاز ده يدي عدم توفر الاجهزه دي ممكن يؤدي الاصابات. صح. ويا ريت النادي يبتدي يفكر في النقطه. طيب دي لا، خلينا نقولها وناكدها بشكل كبير جدا من خلال برنامج الاهلي الليله دلوقتي واحنا معاكم في هذه اللحظات. النادي الاهلي خلاص خد اجراءات مؤكدة في جلب المزيد والعديد من الأجهزة اللي سواء يعني بتعالج أو بتعمل استشفاء للاعبين أو بتجنب اللاعبين كمان من الإصابات. دي خطوة تم اتخاذها بشكل رسمي ومؤكد من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وشيء مفروغ منه. وهنشوف الأجهزة دي قريبا جدا جدا متواجدة في النادي الأهلي. وما كانش الأمور هتتضح كده إلا بكم الهائل من الإصابات ده، لكن للأسف يعني خلاص ده قدر وحصل. لكن الأهم أن يكون في خطوات لتجنب تكرار هذه الإصابات أو تجنب العدد الهائل من هذه الإصابات في النادي الأهلي. طيب دكتور، عايز أتكلم تحديدا عن إصابة الرباط الصليبي. البعض أو زمان شوية كنا بنقول الرباط الصليبي فترة علاجه 6 شهور. جت إصابة مروان محسن مع المنتخب، مروان تقريبا قعد ما يقرب من سنة لحد ما لعب رجع للملاعب بشكل طبيعي. المدة المحددة أو هل هي أصلا محددة ولا لا للعلاج من الرباط الصليبي؟ هو في اختلاف شويه على امتى الرباط يلتئم مع العظم. اختلاف على ايه؟ يعني بص حضرتك، هي الرباط بيتشل، لان هو الرباط الصليبي القديم مش ما بيلتئمش، اتقطع ما بيلتئمش، فبيتحط رقعه يعني رباط صليبي بديل، اعاده بناء رباط صليبي بديل. بيتاخد من العضله الخلفيه صح؟ ده من اكتر من مكان، اماكن كتيره في الجسم. هيتحط وهيتثبت لحد ما الرقعه ديت الوتر ده يلتئم مع العظم. تمام. التئامه مع العظم فيه اختلاف بقى هياخد قد ايه وقت، لكن اتحط له فتره زمنيه متوسطه. بتفرق من لاعب لاخر؟ ممكن تفرق الأخرى؟ من شخص للتاني. تمام. بس هو المتوسط اللي اتحط مع الدراسات طبعا ومع المتابعات و و و يعني انا لسه قاري دراسه ان الولايات المتحده الامريكيه فيها حوالي 200,000 اصابه رباط صليبي في السنه. يعني حاجه مهوله يعني. طبعا. وواضح ان القصه يعني كتر يعني ما شاء الله امكانيات التشخيص والاجهزه الجديده فوريه التشخيص بقت مختلفة شوية عن زمان، والرصد والتسجيل بقى مختلف شوية عن زمان. فهو القضية دلوقتي ان يعني الرباط الصليبي فترته لو هي في المتوسط، احنا بنقول المتوسط لحد ما يشارك اللاعب حوالي 6 شهور. لكن هو احنا بنبتدي تأهيل ملعب مثلا ممكن يبقى بعد 3 شهور يبدأ تأهيل ملعب. تمام. لكن بياخد له فترة تأهيل وإعادة بناء بقى جسمه والتوافق اللي بيحصل، لان هي المشكله كلها توافق عصبي عضلي. لحد ما يرجع تاني التوافق الموجود. انا وحتى في اختلاف كمان على ان هل نسيب الجزئيه الرقعه اللي موجوده اللي هو ما تبقى من الرباط الصليبي القديم يتساب علشان فيه الاعصاب اللي بتتحرك ولا تتشال. برضه في اختلاف طبي فيها. الافضل ايه؟ ما هو برضه اختلاف طبي. تمام. تمام. انا شخصيا بشيلها يعني، فهو بنحط الرباط تاني الجديد. فهو الـ 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 في النهايه لحد ما يرجع التوافق ده علشان ما ينزلش اللاعب يحصل حركه ويحصل ارتجاع وتتصاب ويرجع انتكاس تاني ويتقطع الرباط الجديد وهكذا. زياده عدد الاشهر فيما بعد 6 شهور. ده للوقايه من عدم تكرار الاصابه. بص حضرتك، هو القصه ديت مش ده المعتاد. مش معتاد. مش ده المعتاد. بس هو اللي انا فهمته ان هو المكان اللي عمل فيه الرباط الصليبي هناك في المانيا هو اللي اختار ان يبقى التاهيل فتره اطول ضمانا وزياده في القوه وزياده للتاهيل وهكذا. انا اللي انا فاهمه كمان ان التاهيل كان هناك. يعني ما كانش تأهيل في مصر. ده بالنسبه لمران محسن. طيب التأهيل بشكل عام قبل ما اختم مع حضرتك سريعا، بره مصر بيبقى دايما افضل فعلا؟ والله هو لا التأهيل ولا الرباط نفسه طبعا. يعني هم ممكن يكونوا متقدمين شويه عننا، بس هو الحقيقه احنا هنا في مصر كل حاجه بتتعمل، عندنا موجود كل حاجه والحمد لله. يعني يمكن كان من 20 سنه مثلا هنتكلم بقى كلام مختلف. لكن دلوقتي لا. يعني دلوقتي لا، كل حاجه بتتعمل. ده بالعكس، ده في ناس بيروحوا لهم هناك يقولوا ما انتوا عندكم ناس في مصر. يعني
طيب يعني اكيد شيء مهم جدا وملف غايه في الاهميه اتكلمنا فيه النهارده من خلال دكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي الاسبق. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يخليك. طبعا كان ملف مهم جدا وحديث الساعه في الحقيقه في مصر بشكل عام بسبب الاصابات العديده والمتكرره في الملاعب المصريه بشكل عام وبالتحديد في النادي الاهلي، واللي ان شاء الله خلاص تم اتخاذ اجراءات وخطوات مهمه جدا من قبل اداره النادي الاهلي في عدم تكرار هذه الظاهره داخل جدران القلعه الحمراء بشكل عام، مش بس الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل الملفات الخاصه به، وكل التوفيق لكل الانديه المصريه بشكل عام، والوقايه من الاصابه اكيد ده شيء مهم جدا. دي كانت حلقتنا النهارده من خلالي انا وزميلي العزيز استاذ محمد الجندي، ومن خلال طبعا ساعتين ونصف كنا مع حضراتكم. اكيد نتمنى نكون او تكون حلقه كانت نالت اعجاب حضراتكم. استنونا وحلقه جديده من الاهلي الليله. الى اللقاء.